بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأرحب بأصحاب السعادة الحضور وصاحبات السعادة في الطرف الآخر والإخوة والأخوات عبر الإنترنت من خلال بوابة زوم للتعلم الإلكتروني. وباسم الجميع أود أن أرحب بضيفي كلية التربية الأستاذ الدكتور صالح بن يحيى الزهراني. وسعادة الدكتور صالح من أعلام التدريب وأعلام التربية، وهو حقيقة علم لا يعرف، وأمامي كثير من الصفحات التي تسطر كل ما قدمه من جهود مباركة في كثير من المجالات في مجال تخصصه، فهو من أبرز رجال التدريب في الوطن العربي ومن أساتذة كلية التربية في جامعة جدة، درب في كثير من المجالات من ضمنها البحث النوعي، ولديه اعتماد كمدرب خبير في كثير من الجهات الدولية والمحلية، وسعادته باحث في تخصصه، أستاذ متميز، وبالتأكيد اليوم سيثرينا كثيرا في مجال هذه الجلسة وفي ورشة العمل التي ستقدم غدا، وسيحدثنا سعادته حول مجموعة من التساؤلات التي عادة ما تتبادر على ذهن الباحث النوعي، وخاصة عندما يسلم بحثه ويحتاج الباحث في مثل هذه المرحلة من تصميم البحث النوعي إلى إجابة عن تساؤلات حول الاستراتيجيات والمهارات والإجراءات المتبعة في البحث النوعي. وهذا سيكون استكمالا لما بدأه أستاذ الدكتور راشد، فلا أريد أن أطيل، فالوقت ثمين بين يدي أستاذ الدكتور صالح، أتيح له الفرصة وسنبقي نصف ساعة من نهاية هذا اللقاء إن شاء الله تعالى عليه السلام في تلقي مداخلاتكم وتساؤلاتكم. تفضل دكتور صالح. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به، أما بعد، فاللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمن نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الأولى والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أرحب بإخواني وأخواتي الحضور كل على مقامه، وأتوجه بالشكر إلى الله الذي لا إله غيره، ثم إلى جامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية سعادة العميد أستاذ الدكتور عبد الله الكاسي أبو معاذ على ما قدم من تخطيط وتصميم لهذه من الفصل الماضي، ونحن في تواصل من أجل عقد هذا اللقاء العلمي. شكري أيضا يمتد لأخي الدكتور ناصر ولكل من رحب وقدم مساعدة لنا منذ أن بدأنا في تصميم هذا اللقاء العلمي إلى هذا اليوم. شكري أيضا لأستاذي سعادة الأستاذ الدكتور راشد العبد الكريم وحضوره من الرياض، فهو من أول من أثار الحركة العلمية في المملكة العربية السعودية في التأليف حول البحث النوعي، ودوما الذي يأتي بعد الخبير كسبان وخسران، كسبان أنه ما هذا الطريق وريحني، ولكن خسران إذا قارنتم، فأمروا محاضرتي من غير مقارنة حتى أفوز مثله، لأني أتوقع إن شاء الله بأن كل من حضر لقاء الدكتور كان فائزا علميا من خلال ما قدمه من طرح ناتج عن خبرة عميقة جدا. ويكفي أن كتابه الذي يعد معلمة في البحث النوعي في المملكة حائز على جائزة معرض الكتاب في ذلك العام، وأنا اليوم ألقي، وإن اختلفنا في الرأي فهو من يحكم وهو من يرجح. الحديث عن البحوث النوعية يعني الحديث عن توجهات حديثة حتى في الدول الغربية أوروبا وأمريكا، يعتبر توجه حديث، إذ أن البحث النوعي اشتد عوده في التسعينات، وقبلها
كان في صراع ولم يظهر ولم تتبلور فكرته إلا في أواخر القرن الماضي، بينما البحث الكمي سيطر قرابة قرن كامل على الساحة العلمية والبحثية في كل دول العالم. أما هذا النوع فنحن نتحدث عن اتجاه حديث، مدخل، توجه بحثي جديد، لذلك يسميه بعض العلماء في الأدب النظري الفورجي، يسمونه مدخل أو منهج الجيل الرابع. لذلك اللي يبغانا ما نوصفه أنه من عهد الديناصورات عليه بالدخول في الفورجي اللي هو البحث النوعي. لم يعد البحث النوعي اليوم طرفا فكريا، بل أصبح حاجة ملحة ضرورية، بلغت ببعض الدول مثل بريطانيا أن ترفض قبول أي أطروحة دكتوراه تقدم بالبحث الكمي منفردا، بينما تقبل بالبحث النوعي منفردا. هذه حقائق علمية، وتقبل المنهج المزجي أو المختلط لا شك في ذلك. البحث النوعي اليوم أصبح له معاهد خاصة وفرق بحثية خاصة ومؤتمرات خاصة، واليوم هو آخر يوم لتقديم أوراق في المؤتمر القادم للبحث النوعي في أمريكا، مؤتمرات خاصة بالبحوث النوعية، مجلات علمية خاصة بالبحوث النوعية. لا نريد أن نحاكمه في ضوء النظرة له في الدول العربية، فعندنا في الدول العربية ما زال يحبو، بل حقيقة يحتاج إلى وقت من أجل أن تتبلور الفكرة ويصبح حراكا بحثيا في جامعاتنا وعند المهتمين. البحث النوعي ينفق عليه 1.2 مليار سنويا. البحث النوعي تقدم جوائز لطالب الدكتوراه الذي يعمل به في بعض الجامعات تصل إلى 3000 دولار. البحث النوعي في عام 2008-2009 سيطر على 60% من المجلات في أوروبا وأمريكا، ومن أشهر المجلات التربوية. هذا الكلام 2008-2009، لا أعرف أن هناك دراسة حديثة، ولكني أعرف أن هناك دراسة حديثة قالت أن البحوث في أشهر 3 مجلات يابانية في آخر 10 سنوات، وانتهت البحث انتهى في 16، كان أكثر من 65% من البحوث المنشورة في أشهر 3 مجلات يابانية نوعية. إذن نحن أمام حقيقة، حجة، قوة. ليست القضية صراع بين الكمي والنوعي، ولكن فتح نافذة جديدة من أجل تطوير الدراسات التربوية. فكل هذه الأدلة الشرعية إن صح التسمية تؤكد قوة هذا المدخل وأنه قادم بقوة. في البحث العلمي عموما، من لا يتقن مهارات البحث النوعي خلال 5 سنوات سيكون متسما بالأمية في البحث العلمي. بل جاء في الأدب النظري أن كبار الضالعين والمتطرفين في البحوث الكمية في الولايات المتحدة أصبحوا نوعيين، عندهم استعداد إذا وجدوا الحقيقة يتنازل. ما هي قضية صراع، هي قضية أن نبحث بطريقة ومدخل نوعي ثم نقيم البحوث بعد أن نخوض التجربتين ونتعمق في فهم البحوث النوعية. البحث النوعي كما سبق مع أستاذي وأخي الدكتور راشد هو بحث عن الحقيقة في سياقها الطبيعي بعيداً عن التصنع أو وضع أي ضبط للمتغيرات، بل نترك الحقيقة تنطلق من الميدان ومن الظاهرة في مكانها المدروسة فيه، بعيداً عن أي فروض يدخل بها الباحث. في البحث الكمي أنا أدخل بفروض فأختبر هذه الفروض بناءً على وجهات النظر، لكن في البحث النوعي أترك الفروض تنطلق وتخرج من السياق الطبيعي. أقرأ عن علماء التربية الدولية براين هولمز، كاندل، أمثالهم، نوا واكستاين، يقولون لم يعد القياس الكمي صالحا للنظم التعليمية وتحليل السياسات التعليمية، لا يمكن قياسها من خلال هذا الاتجاه، لا بد من دراستها في نسقها الطبيعي، في سياقها الثقافي، السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، التاريخي. ويراهنون أن أي دراسة دولية تتسم بالطابع الكمي لا تصلح للتعميم، ولا يمكن بناء على الفروق الثقافية، وإذا قلت الثقافية هم يعنون بها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التاريخية، التقنية إلى آخره. في هذا اللقاء أحاول أن أضع لبنة جديدة بعد أخي سعادة الدكتور راشد في تساؤلات ملحة مهمة ضرورية دائما أسمعها من الطلاب، من الباحثين، من المختصين. وهذه التساؤلات كثيرة، لكني أذكر أبرز القضايا وأبرز التساؤلات في البحث النوعي وأبدأها بعنوان بين الكمي والنوعي.
أي الطرق أفضل؟ كثير من طلاب الدراسة العليا، كثير من المهتمين يسأل أيهما أفضل؟ أنا أضع أمامكم توجهات، وهذه التوجهات هي المطروحة في الساحة، ولا يعني أنني أضعها أني وافق على كل ما جاء، أنا سأذكرها وأذكر رأيي بعدها. الإجابة الأولى وهي الإجابة المطاطية التوفيقية، والله يا أخي بحسب أهداف البحث وتساؤلاته. إذا دخلت في أي بحث ما لم يكن هدفه القياس الكمي فيمكن أن يكون نوعي أو كمي، ولا يوجد بحث على وجه الأرض يمكن أن يكون كمي غير نوعي أو نوعي غير كمي إلا إذا دخلت وأنا مبيت النية لقياس كم. الإجابة الثانية التجارب الشخصية، نحن حقيقة متخمون بالتجارب الكمية منذ الماجستير إلى أعلى درجة، كل أبحاثنا كمية، بالذات في المناهج طرق التدريس في علم النفس، ربما الأصوليون والإدارة هي أبعد ما يكون عن البحوث التجريبية والارتباطية بحكم التخصص، ولذلك بحكم تخصصي في الأصول والمقارنة أنا أعتقد أن الباحث بفطرته نوعي. فالتوجه الثاني بحسب تجاربه وخبراته، لكن الرأي الذي أميل إليه هو القناعات. لماذا لا أميل لموضوع الأهداف والتجارب؟ موضوع الأهداف وأن أهداف الدراسة تحكم ذلك وتساؤلاتها، أنا أتحدث عن بحث يصلح فيه أن يحقق الهدف النوعي والكمي، لا أتحدث عن بحث لا يمكن إلا أن يكون قياسا كميا عنوانه فاعلية أو أثر أو مستوى أو درجة، أنا لا أتحدث عن هذا. مثال، خلوني أتكلم ونحن في البحث النوعي، لو أردت أن أجري بحثاً عن التحديات التي تواجه البحوث النوعية في المملكة العربية السعودية في الجامعات، هذا البحث إذا أراد الباحث أن يأخذه باستبانة مسحية ميدانية أصبح كمياً ويدرس إن كان هناك فروقاً إحصائية، وإن أراد أن يأخذه بمقابلات متعمقة مفتوحة وتحليل للوثائق في أبحاث فهو نوعي. تجي تقول لي الأسئلة هي تحكم، هذه أسئلة إجابات توفيقية، وأرى أن بعضهم لم يخض غمار البحث النوعي ومستحي فيبغى يوفق يقول الأسئلة تحكم. أنا أكرر وأقول إذا كان الباحث قد بيت النية على أن يبحث عن درجة أو إجابة على كم، هذا خارج كلامي وخارج النقاش في هذا الشيء. زي الباحث الذي يدخل وهو مبيت النية أن يبحث البحث النوعي، أقول له ما عاد في داعي تسأل أيهما أفضل، لأن متغيرات بحثك وصياغة المشكلة والتساؤل الرئيس يحكم. لكني أتحدث عن معظم الأبحاث التي تصلح بالكم والنوعي. في هذه الحالة أنا في نظري الأهداف هنا محيدة لا قيمة لها، لأن كلا المنهجين يصلح، إذا ليس معيار للتحاكم أيهما أفضل. التجارب ليست معيار علمي، ولا يعني أني لا أتقن الشيء لا أتعلمه، وإذا سلمنا بأن التجارب هي التي توجهني لم نتعلم شيئا جديدا، وسنحافظ على ما مضى، وما تعلمت من الماجستير سيبقى معي إلى الأستاذية. إذن التجارب وخبراتي الشخصية ليست محكا أو معيارا علميا يحتكم إليه، هي القناعات. أنا في نظري لو قال الباحث أنا هذه قناعاتي، أنا وضعي التصور أو بنائي، له الحق. أوجه من المحاولات التلفيقية إنها الأهداف وإنها التجارب، هذه في نظري مع أني ذكرتها لأني أذكر كل الإجابات الموجودة. ما هي القناعات؟ البحث النوعي والكمي فلسفتين متصادمتين. البحث الكمي يقول أن العالم مستقر وأن الحقيقة ثابتة، قنينة هذا الماء أحللها هي H2O في أبها ولا في أمريكا ولا في روسيا، مادة طبيعية مكونة من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، أخذ كاسة من خزانك أو من أي مكان هي نفس المكونات لأنها مادة طبيعية. إذن الوضعيون يقولون الحقيقة مستقرة، الحقيقة ثابتة، بناء عليه أتى أوغست كونت وقال أخذ عينة ممثلة بمئة طالب تمثل ألف وألفين، وأدخل في العلمية التي دخلت إليها العلوم ويصبح التربية علما من خلال تطبيق المناهج الكمية، فيصبح عندي صدق وموضوعية وعينة وتعميم. هذه إذا كنت مقتنعا أن الظاهرة الإنسانية بأبعادها المعقدة المختلفة المتباينة بين اليوم والليلة تمثل 100,000 والألف 100,000، اشتغل وعمم النتائج. أنا لا أستطيع تغييره،
وإذا كانت القناعة أن هذا الكلام صالح في البحث الكيميائي والفيزيائي، يعني لو دخل الباحث في الكيمياء من أجل ضبط متغيرات درجة الحرارة والانصهار ودرجة الذوبان وعمل بنفس الخطوات، سيخرج لي مادة أو مركب كيميائي اسمه سين. لو دخل ملحد، لو دخل فقير، لو دخل متزوج عزابي عنده أولاد، ما يتأثر، يطلع نفس المركب إذا وضع نفس الشروط ونفس الضوابط. إذا عندي القناعة أن الظاهرة الإنسانية، وهذا تضييق لها، تكميم الظاهرة الإنسانية تضييق لها، ما هو أمر سهل، وتصبح هناك تشابهات بين الإنسان وبين المادة الجامدة، وبذلك نغفل البعد الإنساني الذي كلنا نعلم أثره. أنا تتغير وجهة نظري لو أخذتني دراسة اليوم غير بكرة، فكيف بالبقية؟ إذا كانت التوجهات، لا، أنا لا أؤمن بأن الحقيقة في العلوم الإنسانية ثابتة مستقرة، وأن القياس الكمي صالح، بل أنا أكتشفها في سياقها الطبيعي على 10-20 في مدرسة معينة، وأرى بأن الحقيقة متأثرة بالذاتية، ومن يقول أنها منفصلة ليست صحيحة. قناعتي بأن الظاهرة الإنسانية لا يصلح فيها العينة العشوائية أو غيرها التي تمثل المجتمع، وأنا أرى بأن لكل إنسان نسخة معرفية، فكرية، مشاعرية، اعتقادية خاصة به. أنا أحترم الحقيقة من وجهة نظري، وأبتعد عن موضوع المتوسط الحسابي، الحرافات المعيارية ومعادلات ألف كرومباخ، وأعمل في ضوء أنني أعترف بأن التعميم في الظاهرة الإنسانية لا أؤمن به ولا أعتقد به، وأرى بأنني أدرس أن القناعات هي التي تحكم. فمن يرى بأن الإنسان كالمادة الكيميائية لا تتأثر بأي عامل من العوامل ويمكن ضبط متغيراتها وتكميمها وتحويلها إلى أرقام، يمضي ويبقى في هذه القناعة. ومن كان يرى بأن البعد الإنساني بعد معقد لا يصلح فيه الدراسة بالكم، والله إني كنت أتحدث مع خبير إحصاء في جامعة الإسكندرية، هو العاشر في العالم، واسمه الدكتور هارون، وكتبت عنه صفحة لأنه حائز على جوائز عالمية وله معامل تأثير عالي، فقال لي اللي تسووه أنتم في علم النفس وفي التربية في الإحصاء ما أقتنع فيه. الإحصاء في المادة الطبيعية، المادة الفيزيائية الكيميائية غير الإنسانية، يريد أن يفصح عن أنه من الصعوبة بمكان تطبيق التكميم على الظاهرة الإنسانية، وهو العاشر على مستوى العالم، خريج روسيا، وكلامه مسجل. الذي أقوله بأن قناعتي، إذا أنا مقتنع بأني يمكن أن أدرس الإنسان كما أدرس المادة الطبيعية في المعمل، وأقتنع بفلسفة كونت وأن هناك قوانين إسحاق نيوتن تنطبق على النفس الإنسانية كما انطبقت على الظاهرة الطبيعية، إذن أبقى في دراسات الكمية، وأنا على قناعة أن الصدق والثبات والدلالات الخطأ عند 1 و5 توضح لي مدى الخطأ والأصغر والأكبر والتعميم صحيح، نبقى. ولكن من مارس البحث الكمي والنوعي يجد أن الحقيقة تختلف. يعني أذكر فريق بحثي يتحدث عن القيم العلمية عند الطلاب الدراسات العليا، فمن ضمن ما جاء في الاستبانة قيمة زيارة المكتبة، قيمة علمية، زيارة المريض قيمة اجتماعية، أليس كذلك؟ زيارة المكتبة قيمة علمية. أظهرت نتائج الدراسة أنه 4.8 يزوروا المكتبة، مكتبة الكلية، الجدار مقسوم بيني وبينها، كنت أعمل وكيلا للكلية وأضافوا لي مكتب جديد، أنا أستعير جدار الكلية المكتبة، فكل يوم أمر منه. لا أبالغ لو أقول لكم أن نسبة الذين أراهم لا يتجاوز 3-4%. من وين جو 4.8؟ الناس يتجملون، القياس الكمي غير دقيق. الساعات المكتبية، أنا ما أخذ نفسي عبرة، أسأل زملائي بنسبة كم يراجعونكم. أظهرت الدراسة أن زيارات طالب الدراسات العليا في الساعات المكتبية 4.7. إحنا عندنا إشكالات في تطبيق المنهج الكمي، المصداقية، التجمل في الإجابات، كل هذه. لكن حينما أذهب إلى وثائق الكلية وأروح لأمين المكتبة وأجري معه مقابلة
ثم أخذ الوثائق والاستعارات وأخذ التوقيعات اليومية، ثم أتوجه للملاحظة وأتابع طلاب الدراسات العليا في أوقات الدراسة شهر وأشوف من هذه الحقيقة في سياقها الطبيعي. أما تقول له أنت تزور المكتب يقول لك يوميا، تقول له تزور أستاذ الجامعة لأنه متوقعين أن هذا التجمل غيره يقدح فيه، فما أصبحت البحوث الكمية تسبر أغوار الحقيقة. هذه الدراسة فريق بحثي قام فيها 5 كلهم ما يعرفوا كلهم غلطانين، حكمت الاستبانة وبنية الأدب النظري وحللت في ضوء الدراسات 5 أساتذة، ومع ذلك النتيجة لولا الحياة ما قبلتها. بس عاد نبغى نمشي المشروع عشان نأخذ المستخلص. الخلاصة يا أخوان، قناعتي ما هي بربكم حينما أتابع طالب الدراسات العليا بالملاحظة وتحليل الوثائق والمقابلة مع المسؤولين في المكتبة، مثل حينما أدفع إليه باستبانة يعبئها في 5 دقائق فأبني الحقيقة عليها، إنها حقيقة خداش فعلا قاصرة وناقصة، وكل ما ظهر أنا وزملائي المعترفين لا يمثل الحقيقة. طيب أنا ما كنت أتعامل مع طلاب ابتدائي ومتوسط خائفين ما هم فاهمين طبيعة البحث العلمي، أتعامل مع طلاب دراسات عليا يعلمون أن المفروض يساعدوني بالحقيقة وأن رأيه هو الذي يمثل النتيجة. إذن أي الطرق أفضل؟ ليست موضوع أهداف البحث. وأنا أكرر، إن دخلت كميا في متغيراتك بالفاعلية والأثر لا تسأل أيهما أفضل لأنك حكمت على الشيء. أنا أتحدث عن البحوث الحمالة التي تقبل النوع والكمي معا. في هذه الحالة نحيد موضوع الأهداف والتساؤلات الذي يدندن عليها كثير وهم لا يعون أبعاد هذا الشيء، هو محايد هنا، المعيار هذا محايد، لأن الكمي يصلح والنوع يصلح. التجارب الشخصية والخبرات ليست هي المرجعية العلمية. كثير من الضالعين في البحوث الكمية أصبحوا ضالعين في البحوث النوعية في الولايات المتحدة لأن عندهم استعداد يتعلم. أصلاً لن نتطور إلا بالتعليم، طلابنا أساتذتنا لا بد أن نتعلم هذا البحث. إذن يبقى القناعات، فأنا أخاطب فيكم القناعات. إن رأيتم بأن هناك شبهاً وقدراً كبيراً من التشابه بين الإنسان والمادة الكيميائية والفيزيائية فامضوا على بركة الله وتابعوا السير في البحوث الكمية وعمموا النتائج. وإن رأيتم أن أبعاد النفس الإنسانية لا تقاس بهذا، عارف ماذا يقول هذا الرجل الذي يمثل رقم 10 في العالم في الإحصاء؟ قال يا ابني ما ينفع تقيس الحديد بميزان القطن والذهب. أعتقد إجابة ومثل قوي جدا من رجل ذو مستوى، يقول هذه إحصاءاتنا وقياساتنا في الدالة الرياضية. بالمناسبة أنا بكالوريوس رياضيات وأحب الإحصاء كمي، يعني النزعة في الأصل، لكن نستخدمه في مجال. فيقول لا يعقل أن تقيس بمقياس القطن والذهب، تجيب حديد بالطن تقيسه فيه، لكل شيء مقياس. إذن التساؤل الأول بين الكمي والنوعي أي الطرق أفضل، هي القناعة التي تحملها أنت. فإن كانت قناعتك بأن هناك فرقا بين الظاهرتين فلا نضيق مساحة النفس الإنسانية ولنطلق الباحث النوعي وننظر ما هي النتائج والحقائق التي نصل إليها. في طالبة تبحث في المعاملة الافتراضية وقدمت بحثا نوعيا، ثم اكتشفت أن هناك أدب تربوي سابق كثير لكن كانت عينتها ومجتمعها غير، وتعرفوا الدراسات الكمية إذا اختلفت العينة المجتمع المرحلة الدراسية يقبل البحث. والله يا أخوان أنها اتصلت تقول في 10 دراسات على المعامل الافتراضية واطلعت على المشكلات والمعوقات، حينما قدمت بحثا نوعيا لم أجد أحد تحدث عن تلك المشكلات والمعوقات. هي قامت بمقابلات مع المدير أو المديرة، مع المشرفة، مع المعلمة، عرفت قالت لي ترى القضية أحيانا فكرية ما هي قضية مالية، ما في تجهيزات، ترى في تجهيزات بس المدير خايف إنها تخرب ويتورط، فكريا مو مقتنع بأنه يخرجها. قالت ما وجدت الدراسات الكمية 10 أحد تناول هذه الأسباب. على سبيل المثال، اعتداء من طالب كبير لصغير، ندرس هذا الشيء، لما درسنا أتينا بالاستبانة، أسباب هذه الاعتداءات ظهرت معايا الأسباب لماذا يعتدي الكبار على الصغار، طلعت النتائج. أجري هذا البحث بطريقة نوعية وتم مقابلة المرشد ومقابلة الأبناء الذين يعتدون، فماذا اتضح لدي؟ اتضح لدي أن هذا الابن يعيش في طبقة أرستقراطية
ويعيش بسائق وسيارة خاصة وسكن خاص، أتى من بيئة غير بيئتهم، لم يحصل توافق معهم، حصل الخلاف صار يعتدي. الثاني مدلل في أسرته، كل شيء يطيعونه ويجيبونه، زملاء يطلب منهم شيء ما يرفضوا فيعتدي عليهم. هذه ما كشفتها الاستبانة. الاستبانة تدخل بفروض أنا أعتقدها ويحكمها غيري. لن أتحدث عن موضوع تحكيم الاستبانة، وإحنا عارفين التحكيم وطريقته، أنا أتحدث عن فروضي كباحث. أنا دخلت أختبر نظرية معرفية لدي مسبقاً، فروض أنا مقتنع فيها أنها هي أسباب الاعتداء. ولما دخلت إلى الميدان نوعي وعملت المقابلات، وجدت أن الأسباب بعيدة. ما يخطر في بال الباحث أنه السبب لهذا الطالب المعتدي الطبقة التي يعيش فيها أو الدلالة التي يتلقى في بيته. وبذلك الحقيقة اختلفت. ما هو البحث العلمي؟ الوصول للحقيقة بطريقة علمية. اختلفت الحقيقة التي ظهرت في المقابلات عن الحقيقة التي طرحتها في وجهات نظري في الاستبانة، وأريدكم أن تصوتوا عليها بموافق بشدة مقياس لكارت الخماسي. التساؤل الثاني بين الذاتية والموضوعية. هذا موضوع مهم ويطرحه كثير من الكميين الذين لا يحبون فتح النوافذ على البحث النوعي ولا يحبون أن يتعلمونه، وبعضهم أصحاب مصالح في برامج الاس بي اس اس، وصعب أنه ينسف تاريخه 10-20 سنة. مع أني أكرر أن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. فيأتون ينتقدون الذاتية في الباحث النوعي وعدم وجود المصداقية. ارجعوا لكتاب الدكتور والإخوة المصريين يعرفونه السيد عثمان في جامعة عين شمس، علم نفس، له كتاب في الذاتية والموضوعية رحمه الله، علم نفس، يقول ما في ذاتية في كل أنواع البحوث، لا بد أن تتدخل، ما في موضوعية، لا بد أن تتدخل الذاتية حتى في البحوث الكمية. ما في حقيقة مطلقة، ما في شيء يمكن أن يصل بالإنسان إلى موضوعية 100%. يا جماعة في البحوث الكمية أحياناً تضرب الأرقام. كنت أتحدث مع الأستاذ الدكتور، سيأتي اسمه بعد قليل، عميد كلية التربية في مصر علم نفس، خريج أعتقد بن سلفانية، قال من المشاكل اللي واجهها البحث الكمي الأخلاقيات. قد الطالب والباحث ما كان عنده أمانة علمية، الداتا سهل أنه يضربها ويطلع نتائج زي بعض المحللين الإحصائيين، أنك تكتشف من الطلاب أنه معطيه نتائج غيره. لكن في البحث النوعي لا يكون ذلك أبداً. أصلاً ما في محلل إحصائي ولا في محلل زواج، ما في إلا محلل بنفسه، لازم يحلل الباحث النوعي ويقوم بالتحليل كاملاً وفق مهارات تفكير. كيف أحقق المصداقية؟ التوجهات على النحو الآتي. بعض الباحثين يحاكمونها كالكمي، طبعاً هذا خطأ. حتى في البحث الذي ذكرته لكم على اليابان وجد أن عدد من الطلاب يحاكمون المصداقية أو ما يسمى بالصدق والثبات في البحوث النوعية مثل الكمي. ولا شك أنني لا أحاكم فلسفتين مختلفتين بأسلوب واحد، فيأتون يحاولون يطبقوا عليها معامل الصدق الداخلي والخارجي وتحكيمه، هذا غير صحيح. لو لم يبحث عن المصداقية هنا أفضل. هناك فريق آخر يقول أنا لا أريد أن أتوسع في البحث عن المصداقية في البحوث النوعية وأكتفي بما يعرف بمنطقية النتائج، وهذا قول أقوى وقول وجيه وقول له حظ ونظر. يقول النتائج التي تظهر معي ومنطقيتها وما فيها من توافق مع الواقع وما فيها من تبريرات وحجج علمية، هذا يكفيني في المصداقية. هذا القول على الرغم من قوته لكن بطريقة علمية لا يوجد فيه معايير نستطيع أن نحكم من خلالها منطقية النتائج والمبررات والحجج أو المحاجة العلمية، ما نستطيع، فنلجأ إلى تقنيات علمية خاصة. فالذين يقولون بأن البحوث النوعية ذاتية ليس لها مصداقية، ذكر كريسويل أكثر من 9 طرق يمكن أن تحقق فيها المصداقية. سموها المصداقية والموثوقية والاعتمادية والانتقالية، ما يهمنا الأسماء، كلها تدور حول ما يحقق مصداقية النتائج. على سبيل المثال تعدد الملاحظين، تعدد مصادر البيانات. مثال، أنا الآن أقوم ببحث عن الطلاب في القيم العلمية، فقمت
تحليل الوثائق هم استعاراتهم أنواع الكتب، هذا يسمى تحليل وثائق. أجريت لقاءات ومقابلات متعمقة مع المسؤولين على المكتبة والمشرفين. إذا دخلت في أداة ثانية هي المقابلة، الأولى تحليل الوثائق. ذهبت وعملت ملاحظة وتابعت طلاب الدراسات العليا أين يقضون أوقاتهم أثناء حضورهم الكلية، فاتضح لي أنه ما بين البوفيه وما بين الخروج وما بين المسجد. إذن هذه الأداة الثالثة ما هي؟ الملاحظة. قد تخدع بعض الناس بعض الوقت، وقد تخدع بعض الناس كل الوقت، لكن لا تخدع كل الناس كل الوقت. قد تخدع بعض الناس بأداة واحدة، لكن لا تخدع كل الناس بثلاث أدوات. إذن هذه مصداقية عالية أن أصل إلى أدوات متعددة في المقابلة المتعمقة، يدعمها الملاحظة، يدعمها تحليل الوثائق. لا يمكن أن تكذب كل هذه المصادر. إذن هذا يعطيني أعلى درجة من الموثوقية. هم يسمونه التثليث. يمكن إحنا نحب مصطلح التعددية بدل التثليث، والتثليث له مجالات متعددة. طبعاً يبدأونه بتثليث أو تعدد المناهج، إني أخذ كمي ونوعي. وبالمناسبة أنا ما طرحت السؤال السابق بين الكمي والنوعي والمزجي، أنا قلت بين الكمي والنوعي. الدراسة المزجية والمختلطة لا زالت تحتاج إلى تأسيس للعقلية النوعية. أنا لا يمكن أن أصل للمختلط والمزجي إلا بعد أن أتقن النوعي. والدراسات المزجية والمختلطة ليس من الأمر الهين الدخول فيها، خلونا نضبط النوعي. يعني المحاولات، وأنا ناقشت رسالة دكتوراه قبل أسبوعين عن تصور مقترح لتفعيل البحوث النوعية في أصول التربية في جامعة الإمام، والباحثة حاولت إنها تأخذ البحث المزجي، تعبت، وأنا ما ألومها، لأني وجدت في بعض الأدب النظري أن هذا العمل عمل فرق علمية، وأصلاً الدراسات والنماذج فيه قليلة. بل وجدت في عام 2007 كان الطلاب في أمريكا يعانون مع عدم وجود دراسات سابقة كنماذج. الأمر الثالث أن المعالجة ما هي هينة، قد تعالج معالجة متزامنة، أبحث كمي وأبحث نوعي دون التأثر بالنتائج من أجل التأكيد والمقارنة، أو أبحث نوعي ثم أبحث كمي من أجل الاستكشاف، أو أبحث نوعي ثم أبحث كمي ثم نوعي من أجل التوضيح. قضايا ما نستطيع الآن مناقشتها. اللي يقول مزجي، وبالمناسبة هو دكتور راشد قد سمعت له كلمة قال ترى هذا اللي يبغى المنهج المختلط أبو وجهين، فأبو وجهين عندنا لها دلالة، لكن كريس ويلسون سماه قال المنهج ذو الوجهين، وهذا يبغى يرضي الكميين والنوعيين فيأخذ بذا وذا. إذا يعني حضر الماء بطل التيمم. إذا بتتعب وبتأخذ مصادر متعددة ثلاثة خذ نوعي، بدل ما تأخذ أداة في النوعي وتأخذ أداة في الكمي خذ أداتين ثلاث في النوعي، وحقق الدراسة لتكتشف الموضوع في سياقها الطبيعي. أعود مرة ثانية للمصداقية. قلنا البعض يقول تعدد المناهج أو المداخل. بالمناسبة هل نقول منهج كمي ونوعي هو مدخل أدق؟ المناهج وصفي، المناهج الوصفي والتجريبي والارتباطي والتاريخ، هذه المناهج. لكن الوصفي الميداني يعالج بطريقتين، كميا ونوعي. ولذلك لما نعالج نوعي لأنه غريب نقول المنهج الوصفي الميداني بالمدخل النوعي، ما نقول بالمدخل الكمي لأنه سائد ومعروف. إذا تعدد المداخل يعد مصداقية، لكن دعونا من المزي والكمي ومشكلاته، خلونا في تعدد المصادر، تعدد الأدوات. إذا تعددت الأدوات زادت الموثوقية. تعدد الملاحظين، أنا حينما أقوم بالملاحظة في الفصل وزميلي يقوم بالملاحظة في الفصل ثم نتفق ونأخذ المعلومات المشتركة، هذا يعطي زيادة في المصداقية. إشراك المبحوثين وتسمى المشاركة الاسترجاعية، بعد أن عملت إجراء معك المقابلة وفرغت المقابلة وحللت المقابلة، أنا حللت كلامك، أبغاك توافقني أو ترفض، أقوم بإعادة هذا التحليل والتفريغ لك وأقول أعطني موافقتك وأرفض. مصداقية عالية، بمعنى أنني لم أقوله كما لم تقل. لماذا؟ لأن تحليل البيانات النوعية ستستخدم رموز وأكواد ومصطلحات خاصة فيك، فقد يوافقك وقد يرفض. إذا بعدين العينة عندك 10-15 تقدر تحط نصفهم مشاركة استرجاعية، فتزيد عندك نسبة المصداقية. بل بالفعل الكلام الذي فرغته كلامي. وبالمناسبة مصداقية النظرية لنقل الأقوال سهلة، لأن نسجل اليوم، نسجل ونفرغ، أسجل بالجوال بأي تسجيل. المصداقية التفسيرية والتأويلية تحتاج لمراجعة، تراني فسرت كلامك وكوّدته ورمزته كذا،
إذا أعطاك الموافقة معناته مصداقية عالية. الوصف التفصيلي لإجراءات الدراسة، لذلك بعض المحكمين الكمبيين إذا جاء بحث نوعي يجد إجراءات الدراسة فيها تفصيل، وصف للمدرسة وموقع المدرسة وتاريخ المدرسة وحجرها والإدارة، هذه زيادة مصداقية، بحيث أنه لو أردنا إعادة وإجراء الدراسة أمامي إجراءات تفصيلية، المقابلات أوقاتها مددها إلى آخر، فهذه الإجراءات التفصيلية تعطيني زيادة في المصداقية. المكث في الميدان مدة طويلة إلى أن يتضح لي ما يسمى ويعرف بالتشبع، والتشبع أن البيانات ظهرت وأن الفئات التي كنت أرمزها يومياً من المقابلات والملاحظات قد وصلت لمرحلة التشبع، العلاقات ارتبطت. وبالفعل نحن ننصح الباحث النوعي أن يمكث طويلاً في الميدان، بل أحياناً إذا اكتمل عنده التحليل، لأن تحليل البيانات النوعية ليس كالكمي أجمع الاستبانات وأحلل مرة واحدة، لا، أول مقابلة أجريها أحللها، لأنه يفتح لي باب للعينات النظرية وتنامي الأسئلة، فأنا أغير في أسئلة اليوم الثاني بناء على ما ظهر في اليوم الأول، لأن الباحث النوعي يجعل الحقيقة تنطلق من سياقها الطبيعي وهو من افتراضاته المسبقة، ولذلك يوصى بألا يتوغل في الدراسات السابقة والأدب النظري السابق والدراسات لماذا؟ عشان لا يدخل بنظرة فيها تحيز للموضوع، يدخل أبيض، يترك الحقيقة تخرج من سياقها الطبيعي، ولذلك يسمى البحث النوعي البحث الطبيعي. إذن ملازمة الميدان مدة طويلة والرجوع إلى الميدان يعطيني مصداقية، أتأكد أنه ما عاد في بيانات ناقصة وأنا وصلت إلى الحقيقة بقدر المستطاع، سواء من زيادة المقابلات أو زيادة الملاحظات إلى أن تصل إلى التشبع. اقتباس أقوال المشاركين، أنا حينما أتي في التقرير النهائي وأنا قد قمت بتحليل البيانات وصيغتها في عناوين ورموز ومحاور وانتقيت منها وصلت للترميز الانتقائي، أنت حتى أقنعك بأن هذا الكلام ليس كلامي الذاتي بل هو كلام علمي موضوعي محايد، أنقل لك ما جاء في أقوال المشاركين وأنت الآن أيدني أو أرفض ذلك. فعلى سبيل المثال حينما أجد مثلا في تحديات البحوث النوعية والذين أجريت المقابلة معهم يقولون عدم إلمام أستاذ الجامعة به وعدم وجود دورات تخصه وعدم دراسته في مرحلة الماجستير والدكتوراه، فخرجت بعنوان عدم إلمام أستاذ الجامعة، أنا أثبت لك من أقوال المشاركين هذا العنوان ليس من عندي، أو لو قلت جهل الأستاذ الجامعي به أثبتت لك بخمسة ستة أقوال من المشاركين، لدرجة أن البحوث النوعية توصي بأن تنقل الكلمات لو بالعامية. يمكن كنت أتحدث مع أخي الدكتور راشد أقول هذه مضاهاة للغة العربية لازم نشوف لها حل، لأنه أحياناً منقولة بنفس اللغة أحياناً تكون لغة ربما غير مفهومة للجميع، لا سيما إذا كانت الدراسة مع عفوا، لأن الألفاظ قوالب ولها دلالات، بل تدخل فيها لغة الجسد، الإشارات، إيماءات الوجه، نبرة الصوت، وهي ما تعرف بالملاحظات التي يسجلها. كان يتحدث عن التحديات إلى أن وصل للتحدي فتحدث بحماس، ارتفعت نبرة صوته، تغيرت ملامحه، بمعنى كان المدرس يتحدث عن طرق التدريس في سنغافورة. في طالبة كنت أشرف عليها عن أداء المعلم السنغافوري. طبعا هذا البحث أي قياسات تقيسه، أي استبانات تكشفه، طرق تدريس من يوم يدخل الحصة لين يخرج. فسافرت الطالبة ودخلت الفصول وحضرت وأجرت المقابلات النوعية المتعمقة واشترطت أن يكونوا مخرجي معهد NIE. فكان يتحدث المدرسين لما يوصلوا طريقة CPA، طريقة في التدريس استخدموها ويتدربوا عليها كثير في معهد NIE وهو المعهد العاشر في العالم في الإعداد التربوي، يتحدثوا بحماس، يتحدثوا باستفاضة، إذن هي الطريقة رقم واحد تعطيني دلالة. إذن أقوال المشاركين حكم بيني وبينك، إذا رأيت أني ذاتي حاكمني لأقوالي. ولذلك لابد أن يثبت الباحث النوعي في التقرير الختامي اقتباه، زي لما نقول في البحث النوعي جاءت العبارة رقم واحد واثنين وثلاثة كذا ونصها العبارة واكتب نصها، وحصلت على متوسط حسابي وانحراف معياري مثله. الناقد
من زيادة المصداقية. لما أكتب أترك الدكتور راشد كأستاذ في البحث النوعي وأكثر خبرة مني أقول له يقرأ لي وانقدني. الله إيش بعد هذا مصداقية؟ ترى ما هو مطلوب التسعة دي، هو كريسو الجماعة قال حقق منها ثلاثة يكفي، اثنين يكفي. بعض الناس يشتغل بأربعة وخمسة. فالناقد موجه لك. الإفصاح، إيش هو الإفصاح؟ زي الجوازات لما تيجي تقول معايا فلوس ولا معايا شيء، تفصح عن توجهاتك من البداية. يعني أنا أفصح أن توجهاتي نوعية، حتى القارئ والناقد يستطيع أن يحاكمني إنك ترى بديت تطغى عليك مشاعرك النوعية. البعض يطالب بالسيرة الذاتية، يعني مثلاً أحب برامج التفكير وأدرب في تريز من سنوات وكورت والقبعات الست والتي بي إل، فلو كنت أجري مقارنات بين برامج التفكير العالمية أميل لتريز كثيراً. فإذا أفصحت أني دربت في تريز كثير وحصلت على اعتمادات عالمية في سيرتي الذاتية، القارئ يعلم أنني متحيز له فيحاكمني وينتبه لهذا. كل هذا من باب زيادة المصداقية. إذا ما يدندن حوله بعض المناهضين للبحوث النوعية من أن البحث النوعي ذاتي، هذا افتراء واتهام غير صحيح. أرجو أن يعودوا إلى الأدب النظري ويجربوا وينزلوا الميدان ويقوموا بتعديد المصادر والأدوات، ثم يعددوا الملاحظين، ثم يتخذوا ناقدا من الزملاء يحاولوا المشاركة الاسترجاعية، وسيثبت لهم أنها تتسم بدرجة عالية من المصداقية. موضوع إن الباحث النوعي يتأثر بالمشاعر، يعني أذكر في توجيه في باحث نوعي أقام علاقات ممتازة في أحد السجون، هم ينزلون للدراسة في السياق الطبيعي، يبغى يدرس مثلا المخدرات يروح مستشفى الأمل ويشتغل معاهم ملاحظة، قد يكون مستتر وقد يكون مكشوف، إما يلبس زيهم كأنه مدمن عشان يفكك ظاهرة الإدمان وكيف اشتروا وكيف وصلوا للحالة دي، ويبني معهم علاقات ودية عالية. فمن كثر ما صار عنده علاقات ودية عالية ومحبة ما صار يفرق بين الناحية الموضوعية والناحية العاطفية، فيقول انفصلت عنهم شهر كامل عشان تبرد عواطفي وأعود بشيء أعلى في مجال الموضوعية. لماذا؟ لأنك حينما تبني علاقات حب مع المشارك، شوف احنا ما نقول المفحوص، نسميه مشارك في النوعي لأن الحقيقة عنده، حينما تبني علاقات ودية معه يستفيد عليك بالإجابات، يعطيك الحقيقة التي تبحث عنها. فهذا وصل إلى مرحلة، ما هي المرحلة؟ وصل إلى مرحلة إنه بينهم علاقات حب صارت تأثر، فمن مصداقيته انسحب من الميدان لأنه بيعيش مع الأسرة. يعني باحثة كانت تبحث عن معاملة الأسرة الأمريكية للخدم مثلا، كيف تبحث؟ تدور إعلانات للأسرة اللي منزلة خادمة، تتصل ألو أنا خادمة وأريد أن أعمل لديكم. تخيلوا إلى أي درجة المصداقية. أعطيهم استبانة أقول كيف تعاملوا الخدم، ستأتي مزيفة مزورة، الناس يتجملون، لا يمكن أن يقولوا أن ظلمة، لا يمكن أن يقولوا أن نكذب. النفس الإنسانية ترفض بيان الضعف ومكامن النقص. من يعترف منا أنه يظلم الخادم أو يشتم الخادم أو يبخس حقه أو يؤخر راتبه؟ فماذا يفعل الباحث النوعي؟ تروح تدخل البيت وتشتغل خادمة، وبذلك تسجل كل ليلة الملاحظات وتسجل ما رأت، وبذلك تكون الحقيقة طازجة. لذلك سمي البحث الطبيعي، سمي البحث الحقيقي. إذن وصلنا لتقنيات علمية متعددة تثبت مصداقية البحوث النوعية، وهو المطعن الذي يحاول بعض المناهضين للبحوث النوعية أنها انطباعات شخصية. أبعد هذه التقنيات العلمية نقول أنها ذاتية؟ ذاتية منضبطة، تعدد المصادر، الأدوات، المداخل، الملاحظين، إشراك المبحوثين، الوصف التفصيلي، ملازمة الميدان طويلا، أقوال المشاركين التي تثبت ما وصلت إليه في تقرير الختامي، الباحث الزميل الناقد إفصاحي، هذه كلها تثبت أن البحوث النوعية تتسم بدرجة من المصداقية تتلائم مع الظاهرة الإنسانية. ترى ما في ثبات وموضوعية كاملة، وكل شيء متغير. في مبدأ في الفيزياء اسمه هايزنبرغ، كنت أدرسه عند أستاذ دكتور زميل لنا في الفيزياء، فأقول له، قال لي هذا معتمد في كل جامعات العالم. ما هو مبدأ هايزنبرغ؟ يقول الحقيقة المادية ليست ثابتة،
احنا نبغى نثبتها في الانسانيه الفيزيائيه اللي دوبنا نتكلم عنها. لو تعدد الباحثون ودخلوا المعمل تطلع نفس النتيجه. مبدا هايزنبرج الذي يدرس كمبدا في جميع جامعات العالم يقول الماده الجامده الصماء الماده الفيزيائيه لا يوجد فيها ثبات مطلق. ونحن نريد ان نقول هذا العينه تمثل هذا المجتمع ودرجه الثبات 95%. والماده الفيزيائيه يدرس العالم منذ 50 عاما انه لا ثبات في الماده الفيزيائيه. في سؤال تخصصي شوية للناس الذين يسألون وأقدموا على البحوث النوعية: المداخل بين الاستراتيجيات والمداخل. يسألوني دائما الطلاب ويقولون البحوث النوعية كما ذكر الدكتور عبد الكريم في حديثه ربما مر على الإثنوغرافي، دراسة الحالة، النظرية المجذرة، أنواع استراتيجيات. أي استراتيجية أعمل بها؟ هذه شوية يعني تحتاج إلى أربع خمس سنين هل بين روق، وصرت أسأل كثير من هو أعلم مني، من درس برا، لكن كنت أحيانا حتى أجد شيء من التهرب عن هذه الأسئلة. من خلال قراءات متعددة وصلت إلى شيء من النتيجة لا أدعي فيه الحقيقة المطلقة، لكنها أقرب ما تكون بإذن الله. إحنا عندنا مداخل البحوث النوعية: الإثنوغرافي، الظاهراتية، النظرية المجذرة، النسوية، دراسة الحالة. إحنا عندنا في البحوث الكمية نقول الوصفي، التجريبي، شبه التجريبي، الارتباطي، التاريخي إلى آخر. طبعاً في البحوث الكمية الوصفي أداته استبانة، التجريبي فيه اختبار قبلي وبعدي، مجموعتين أو مجموعة واحدة، الارتباطي علاقات، معاملات ارتباطية، التاريخي نقد داخلي وخارجي ووثيقة. بمعنى حينما أقول وصفي ميداني ما فيه اختبار، وحينما أقول تجريبي ما يعتمد على الاستبانة، يعتمد على الاختبار. إذن الفروق هذه تنبع من خلال الأدوات. إذن المفترض أن تكون هذه المداخل أنواع بناء على الأدوات. تعالوا نشوف التوجهات بالإجابة على هذا التساؤل. التوجه الأول بحسب الموضوع. إيش الموضوع؟ الموضوع ثقافي. أنا أبحث في ثقافة الطلاب البرماويين بعد ما دمجوا مع مدارس التعليم العام في مكة، وهذه تحسب حقيقة لوزارة التعليم السعودي وفقهم الله، يعني خدموا هذه الفئة التي كانت سنوات محرومة من المبنى المدرسي، من الملاعب، من المعامل، ودمجوا الطلاب البرماويين مع الطلاب السعوديين في مكة، وعددهم كبير، وتجربة تصلح للتصدير لدول العالم زي ماليزيا، الدول اللي فيها برماويين. طيب أنا أبغى أدرس الثقافة، ثقافة الطالب البرماوي وأثرها مثلا أو تأثيرها مع مخالطة الطالب السعودي. ما دام في ثقافة، البحوث الإثنوغرافية. إذن بحسب الموضوع. طيب أريد أن أصل إلى مفاهيم أو نظرية مجذرة. أريد أن أدرس موقف شعوري في حالة معينة، في علم النفس المواقف الشعورية مثلا في حالات الفقد، حالات الحزن، حالات الطلاق، حالات الموت، يعني هم بيدرسوا، تلاقي كثير من الأمثلة أنهم يتابعوا الناس المصابين بأمراض الموت ويبدأوا يجروا معهم دراسات. هذه أقرب للظاهراتية أو الفينوبولوجي الذي يتحدث عن محاولة فهم الشعور في موقف محدد، في الحزن، في الفرح، في الفقد، في الأوقات العصيبة. إذن هذا ظاهراتي فينوبولوجي، لأنه يبحث عن تفكيك الموقف الشعوري في زمن محدد. دراسة الحالة معلوم، أنا عندي طالب واحد أو مدرس أو فصل أو مدرسة، هذه دراسة حالة. في طالب اسمه خالد جار لي، هذا الولد عمره 10 سنين أذهلني. الصف الأول في صلاة الفجر يمكث في العشر ذي الحجة إلى الضحى، يصلي دائما، بعد الصلاة يرجع يسند ظهره في الأخير، يمسك المصحف، ما نجاريه في الصف الأول من 10 سنين، دائما يلبس ثوب، حتى ما قد شفته لابس بنطلون وقميص، ما قد شفته يلعب كورة بين المسجد والتحفيظ. جنبي يسكن نظرية تربوية اسمها خالد. سنتين إلى أن ثبتت الظاهرة عندي، وصلت لمرحلة التشبع إن خالد ما هو ممثل، وخالد سلوكياته منضبطة. يوم من الأيام وإحنا خارجين في الفجر قلت له: أبوك في الإمارات يا خالد، ما شاء الله، من صحاك الفجر؟ من هنا قررت أني أخذ دراسة حالة وأدرسه. قال لي: والله يا عم صالح، في حديث معناه
حديث قدسي يقول كده بطفولة، اترك فراشه من أجلي. فإذا تذكرت وأقول لا إله إلا الله، 12 سنة يستيقظ من خلال حديث يترك فراشه من أجلي، يقول اتذكر في حديث قدسي فأقوم. هذا نظرية تربوية. أنا أبغى أعرف خالد كيف تربى، من ربى خالد، ما الأساليب، ما الطرائق والوسائل والوسائط. استأذنت والده إن أجري المقابلات المتعمقة بعد الملاحظة سنتين، وأذن لي وجلسنا في المسجد، وأقسم لكم بالله وقف شعر رأسي من التربية اللي خدتها من خالد، بل دمعت عيني من خالد، بل ندمت وتمنيت لو عادت عجلة التاريخ لأعود ربي أولادي في ضوء نظرية خالد، لأنها حقيقة. البحث النوعي يكتشف الحقيقة في سياقها الطبيعي، اكتشفها في ميدانها، ليست مجرد استفتاء وليست مجرد لقطة فوتوغرافية ألقطها بسرعة وأقول هذه النتيجة. البعض يشبه، وأظن الدكتور راشد ذكره في كتابه الجميل، أنه الباحث الكمي يعطي لقطة للغابة أمامي منظر طبيعي، أعطيته لقطة بالكاميرا أشوف اللقطة دي، واحد ثاني دخل بكاميرا وثائقية فيديو وصور الأشجار وحركة الطيور وحركة الأنهار والأصوات، هناك فرق. أنا كان بإمكاني أعطي خالد استبانة وأقول اللي أثر عليك أبوك أخوك أمك مدرستك، لكن ما هي الحقيقة التي سأصل إليها؟ وخالد قاعد يحدثني ساعتين، ورجعت لأبوه وأخوانه وتكلمت معهم ساعتين، لماذا قلنا عنه لقطة فوتوغرافية؟ لأني أعطي اختبار أبني عليه نتائجي في ربع ساعة، وأعطيه استبانة قد يعبيها في 10 دقائق وأبني عليه نتائج دكتوراه. هذه لقطة سريعة، لكن الكاميرا الوثائقية أن أتعرف على أبعاد النفس الإنسانية، أتعرف على مشاعر خالد، معتقداته، رؤيته، نظرة للتحفيظ، نظرة للمدرسة، نظرة للمسجد، نظرة للأسرة، نظرة للأخ الأكبر. أستطيع إني أفتح أسئلة جديدة ما تخطر في بالي لو صممت استبانة وحكمها من حكمها خالد فتحها لي بإجاباتي على الأسئلة اللي استمرت ساعتين. كيف أحدد المدخل؟ إذن بحسب الموضوع، دراسة الحالة فرد، مدرس، فصل، مدرسة، هذه دراسة حالة. إذن أحدد موضوعي، هل هو إثنوغرافي؟ أم ظاهراتي؟ أم نظرية مجذرة؟ أم دراسة حالة؟ من خلال موضوعي. التوجه الثاني من خلال الأدوات، وأنا أرى أن هذا أدب، بمعنى إذا كان أداتي، إذا كان بحثي إثنوغرافي لابد فيه من الملاحظة، ولابد أن تسبق حتى المقابلة. فإذا وجدت الملاحظة، ليش؟ أنا أريد أن أتعرف على ثقافة شعب، أول شيء لابد أن ألاحظ بحواسي الخمس إنسان غريب، فأبدأ ألاحظ الطلاب البرماويين في عاداتهم، في الفسح، في 5 دقائق، في خروجهم، في الوقوف على المقصف، أتابعهم في الطابور الصباحي، أتابعهم في الفصل، أتعرف على ثقافتهم في لغتهم، في أفعالهم، في أقوالهم، في ممارساتهم، في أكلهم. الثقافة تشمل كل شيء. بعدها أجري مقابلات تفك للرموز اللي كنت أراها في الملاحظات. إذن الأدوات كأنها فيها جزم أكثر، فإذا قلت بأن بحثي ثقافي إثنوغرافي، إذن أدواتي لابد أن تكون الملاحظة، ما ينفع إثنوغرافي من غير ملاحظة. معها المقابلة، معها تحليل الوثائق، أهلا وسهلا، بل غالبا تتبعه المقابلة. بينما النظرية المجذرة إذا أردت أن أصل النظرية لابد أن يكون فيه المقابلة. تتبع الملاحظة ممكن، في تحليل الوثائق ممكن، إذن الأداة. كما أنني أقول بأن البحث الوصفي الميداني لابد فيه من استبانة يصوت عليها المشاركون بناء على ما بنيت، كذلك البحث الإثنوغرافي لابد فيه من ملاحظة ثم يتبعه أدوات أخرى، أو تكتفي بأداة. البحث النظرية المجذرة لأصل النظرية لازم من أقوال الخبراء، أقوال يعني مثلا أريد أن أتعرف على تحديات البحوث النوعية، أجري مقابلات مع مختصين في البحوث النوعية وأساتذة تخرجوا من المدرسة الغربية ودرسوا البحث النوعي وأشرفوا عليه، فيعطوني واقع التحديات. لكن لو جيت لأستاذ لم يدرس البحث النوعي ولم يكتب فيه، صعبة، فاقد الشيء لا يعطيه، ما يعرف التحديات، ما يعرف مثلا معامل الصعوبة، معامل المناهضة. ولذلك من أجمل المزايا في البحوث النوعية أنك تختار العينة القصدية التي تمتلك الحقيقة، تمتلك إثراء البيانات. يعني نحن ندفع ب2000 استبانة، لكن كم واحد أجاب على فقرات لا يفهمها ولا يدري عن معانيها؟
كم وقعت في يد مستجيب غير مؤهل أن يجيب عليها بطريقة صحيحة وفهم كامل؟ بينما في البحوث النوعية أتخير من يمتلك الحقيقة ويعطيني إثراء. وجمال العينة الصغيرة أنه حتى لو لم يثري المعلومات، حتى لو اعتذر، لأن من أخلاقيات البحث النوعي أن تفصح له عن حقك في الاعتذار في أي وقت، سواء ملاحظة أو مقابلة، كذا يشعر بالارتياح حتى تضمن حقيقة أكثر. سواء اعتذر، سواء رأيت منه عدم وجود كرم في المعلومات أو عدم وجود مهارة للإفصاح عما يحمله في صدره وعقله، مسألة بسيطة، العينة 10-15 أبدل. فهذه مزية. إذا كانت الأداة ملاحظة، إثنوغرافي لابد من الملاحظة، إذا كان نظري لابد من المقابلة، دراسة الحالة أنا أول مرة لاحظت خالد فهي قريبة أيضا من الإثنوغرافي، لابد أن ألاحظ فيها دراسة الحالة. مثلا في مدرس في حي الأمير فواز في جدة، عندنا دورات مدراء مدارس، كل دورة يروح المدراء يزورون متوسط وابتدائي وثانوي، يجون مذهولين يقولون هذا المدرس غير، طلابه في الأسبوع الثاني مستواهم في القراءة والكتابة مذهل كأنه سنة ثانية أو ثالثة. هذا دراسة حالة، كيف عرفوا؟ من الملاحظة، دخلوا فلاحظوا، بعدها نقوم بإجراء المقابلات، نقوم بالتوسع مع الطلاب مع المدير. وهنا أنتقي من أنتقي؟ أنتقي المشاركين في المقابلة الذين يمتلكون بيانات. طبعا في توجه ثالث يقول لا تنشغل بذلك، يعني لا تتعب نفسك في تحديد ما هو ضروري، احنا ما عندنا هدف التعميم، وطالما أدواتك سليمة وستعطي مصداقية فلا يهم التصنيف، لا ما في داعي نقلد الكمي ونقول انه لازم نقول وصفي للاستبانة، تجريبي للاختبار، والمقياس الارتباطي لا يلزم. وهذا زميل يحدثني في أستراليا مناشط تدريس رياضيات، وهو وكيل عمادة الدراسة العليا عندنا، فيقول بقيت أنا ومشربي 6 أشهر، قال وهو من المتطرفين في البحوث النوعية بعد أن كان كمي، هو طرق تدريس رياضيات، قال ما اكتشفت إلا بعدين أنه كان كمي متطرف، فوجدت أنا افتكرت نوعي متطرف. قال فمضينا 6 أشهر ثم قال لا تنشغل ولا يحتاج ولا يشترط وليس هناك دلالة في مصداقية النتائج على تحديد النوع. أنا ذكرت لكم 3 توجهات، البعض يقول حسب الموضوع والبعض بالأدوات. الذي برز لي من خلال كتب البحوث النوعية والأدب النظر الذي جاء بأن الأدوات تتحكم أكثر، ما يعقل أنك تقوم بدراسة إثنوغرافية من غير ملاحظة ولا نظرية مجذرة من غير مقابلة ولا دراسة حالة من غيرهما معا. لماذا؟ لأن دراسة الحالة فردية فما يكفي فيها أداة البتة، بل أنا مثلا لما أدرس خالد ما يكفيني خالد، لازم أرجع لأبوه لأنه كان يقول لي أبوي أثر علي بحديث قال يا خالد انتبه انتبه لموضوع مهم، ما هو؟ قال أول من تسعر به من النار 3 قارئ القرآن. يعني فعلا وقتها وقف شعر رأسي، خالد خايف من الرياء وخايف من 3 اللي تسعر بهم، أنا أبغى أرجع لأبوه، خالد قال لي عمي أثر فيه، العم يا جماعة اليوم مفقود، يا ليتهم يعرفوا أولادنا ويعرفوا أسماءهم، بس خالد أعطانا درس، قال عمي كان يجيب لي ألعاب ويشترط علي، ليش؟ لأن عمه ساكن معاهم. وهذه هنا فلسفة جديدة مفقودة، صرنا نحب السكن بعيد، في بعض الآباء حريص عنده نظرة تربوية أن أولاد يسكنوا مع بعض، الأخ الأكبر، هنا أنا أرجع لأبوه وأرجع لأخوه وأرجع لعمه وأسألهم عن معاذ ويعطوني إضافات ربما لم يفصح عنها. إذن دراسة الحالة أدوات لابد ملاحظة ولابد مقابلة ولابد أحيانا أطراف متعددة. هذا المدرس اللي قالوا كل المديرين مدرس غير، المفروض أنه ما يدرس طلاب، هذا المفروض أنه يدرس مدرسين، لازم أسأل مديره وأسأل المشرف التربوي وأسأل طلابه وأسأل أولياء الأمور لكي تكتمل عندي النظرية التي يعمل بها هذا الأستاذ. كيف أحدد المدخل؟ إذا الأدوات قد تكون في نظري والله أعلم، وهو وجهة نظر خاصة بي من خلال اطلاعي على كتب مترجمة كثيرة في البحوث النوعية أن الأداة تتحكم في الموضوع. السؤال الرابع، بين المحاكاة والتدريب، إذا بصورة سريعة بين الكمي والنوعي، هذا السؤال الأول، أي الطرق أفضل؟ بين الذاتية والموضوعية، والسؤال كيف أحقق المصداقية؟ وعرفنا 9 طرق لتحقيقها. بين الاستراتيجيات والمداخل، هل هي أنواع؟ إثنوغرافي نوع، نظرية نوع، بس أنواع ما لهم فواصل،
إلا لهم فواصل، والفواصل في نظري ليس الموضوع فقط بل يتعدى إلى الأداء، الأداء ربما تكون جازمة أكثر، لأنه ترى أحيانا تختلط الثقافة بالظاهرة، وتختلط الظاهرة والموقف الشعوري بالنظرية المجذرة، فصعب الموضوع أن يكون جازما. مفاهيم تتداخل، التربية ليس علم جازم كالعلوم الطبيعية، في الرياضيات الزاوية القائمة غير المنفرجة، الزوايا المستطيل غير شبه المنحرف، النقطة غير، لكن في التربية تتداخل الموضوعات والمفاهيم، فقد لا يكون أمرا جازما أن نفصل من خلال المفاهيم لاختلاطها، لكن من خلال الأدوات يمكن. أما السؤال الرابع بين المحاكاة والتدريب، دائما الطلاب يسألوا كيف أحلل البيانات النوعية وهي أهم المراحل، ترى إجراء المقابلات والملاحظات أمر هين إذا تدرب عليه الطالب ويمكن التدريب بسهولة، بل حتى أحيانا ربما يتعلم الحلاقة في رؤوس الأيتام، يتدرب مع زملائه في المدرسة، يتدرب على طلاب خارج عينة الدراسة، يبدأ يشوف مهاراته، إذا عنده خجل يكسر حدة الخجل، وبعد المقابلة الأولى سيتضح له معلومات في المقابلة، أجل كيف الثانية والثالثة والخامسة، سيصبح صاحب دربة. أيضا بالنسبة للملاحظة نقول له خذ كاميرا فيديو وصور معك كل ما يدور وعد فرغ. فجمع البيانات سهل، ولكن أرتال البيانات وكمية البيانات التي بيانات الصفحات يتوهق ويتورط الطالب ويجي يسأل كيف أحلل. الحقيقة أن من الأخطاء التي يقع فيها الطلاب يحللون بالمحاكاة، فيأخذ رسالة رسالتين وهي عدد قليل، ربما أول رسالة من عند الدكتور راشد في موضوع المعتقدات المعرفية لطالبته وموضوعين آخرين، يعني عدد رسائل البحوث النوعية كأطروحات في المملكة لا تتجاوز 6 أو 5، لا تصل إلى 10. والتقليد لا يعلم، والمحاكاة لا تعلم، وقد يقع الطالب في أخطاء. ثم أنك تقلد التقرير الختامي، ما قلدت مهارة التحليل من خلال الترميس المفتوح والانتقاء المحوري والانتقائي. الترميس أقول بأنه مهارة يحتاج إلى دربة، ولا يكفي فيه المحاكاة والتقليد. الترميز ينقسم إلى ترميز موضوعي بحسب الموضوعات. إيش هو حسب الموضوعات؟ البعض يقول ريح نفسك ورم وقم بتحليل البيانات النوعية بحسب الأسئلة. السؤال الأول أخذ الإجابات المتعلقة به وأبدأ أصوغ منها إجابات وأقتبس من أقوال المشاركين، وهذه الطريقة تستخدم كثيرا لأنها سهلة ولا أعتبرها علمية صارمة. الترميز الثاني المقارنة المستمرة، وتعرف بالنظر، يعني سك هذا المصطلح أصحاب النظرية المجذرة. النظرية المجذرة لجلاسير ستراوس طريقة علمية دقيقة مرتبة منظمة، تبدأ من الترميز المفتوح إلى الترميز المحوري إلى الترميز الانتقائي، فتبرز معك المفاهيم إن كنت تبحث عنها، أو خطوط للنظرية أو نتائج يمكن الاعتماد والوثوق فيها. لكن تحليل البيانات النوعية يتفق في أكثر من أسلوب، في أسلوب اسمه الاستطرادي، يعني تتعدد، يتفق في خفض واختزال المعلومات. أنا عندي مقابلة من 10 ورقات، تتحول هذه المقابلة 10 ورقات إلى ورقتين، اختزال، لأنه فيها كلام لا يتعلق بهدف الدراسة، بسؤال الدراسة، في كلام لا يرمز وليس له صلة. ليش؟ لأن مقابلتك قد تكون غير مقننة، يعني تخليه يتكلم براحته. المقابلة المقننة لا، إذا خرج عن السؤال أرده. فالمقابلات شبه المقننة وغير المقننة يسمح له بالاستفاضة، وأنا بعدين انتقي ما يخص سؤالي وهدف دراستي وآخره. فكل طرائق واستراتيجيات التحليل تتسم بخفض واختزال البيانات، ثم بعد ذلك عرضها، ثم نصل إلى الاستنتاج. وأيضا تتفق في الاستقراء من الصغير إلى الكبير، كلها تتفق فيها. النظرية المجذرة لها كتاب مترجم، كتابين، الكتاب الأول ترجمة السلطان من عام 97، والكتاب الثاني طور فيها شيئا قليلا، ترجمه الدكتور عبد الرحمن المخالفي من جامعة الملك فيصل، وموجود في جامعة الملك فيصل عام 2018. هذين الكتابين لمن يقرأهم سيصل إلى مفهوم النظرية المجذرة. وكيف يبدأ الباحث؟ بأن يحول
المقابلة الأولى مباشرة بعد المقابلة الأولى أجري الترميز، أجري التحليل. لماذا؟ لأستفيد في المقابلات القادمة، لأنها ستكشف لي بداية النتائج فتؤثر في مقابلات من يلي. فأبدأ بالترميز المفتوح وتكويت الأسطر، والآن برامج الحاسب الآلي مريحة في برنامجين الإنفيفو والماكس كيو دي اي، وسهلة يمكن التدريب عليهم في يوم واحد. يعني أنا ربما أخذ تدريب في يوم فهمته لكن ينسى، رجعت عدته يوم ثاني. هذه البرامج لا تقوم بالتحليل مثل الاس بي اس اس، هذه البرامج ترتيب للبيانات، إدارة، عشان تريحك إنك رمزت هذا السطر بالرمز الفلاني فتحفظ لك الرمز وتقدر تراجعه وتقدر تستدعيه بسهولة. ولما تيجي تكتب التقرير النهائي تبغى تأخذ أقوال المشاركين، بمجرد ما تستدعي الرمز يجيب لك أقوال 15 كلهم، وإذا بالأقوال أمامك. برامج مذهلة ولا يزيد فيها التدريب عن 5 ساعات تفهم أساسياتها، بعد ذلك بالتدريب تمارس. إنفيفو وماكس كيو دي اي هي لا تقوم بالتحليل، هي إدارة بيانات وترتيب وتنظيم بيانات، بعكس الاس بي اس اس. لذلك فقدنا الذائقة العلمية مع برامج التحليل الإحصائي. هذا الكلام مو أنا أقول، هذا الكلام يقوله شيخ التربويين العرب حامد عمار رحمه الله، مات عن عمر 94 سنة وهو يسمى باولو فيرير العرب، واقرأوا ما كتب عنه، وفي رسالة دكتوراه في جامعة الإمام الفكرة التربوي عند حامد عمار. حامد عمار يقول عام 1959، شوفوا وقتها يقنت أنه يستحق شيخ التربويين العرب، قال: أحالت البحوث الكمية الباحثين إلى نسخ متشابهة وأفقدتهم الذائقة العلمية ومهارات التفكير. من إجراءات الدراسة إلى النتائج كابي بيسك، نفس كلنا واحد. إجراءات الدراسة واحدة، التحليل الإحصائي واحد، وإذا أعطيته محلل وزودت له الفلوس يعطيك معاه تفسير النتائج أوفر، خذ واحدة والثانية مجانا. فتأتي إلى الطالب تسأله تقول: ماذا يعني انحراف معياري؟ مقطوع الصلة به. يمكن حتى الطلاب العلميين، هذا يعني بعد المتوسطات عن، ما هو عارف ماذا يعني انحراف، وماذا يعني نرجح به عند التشابه، وماذا يعني فروق دالة وفروق، يعني خلاص يأخذ كل شيء جاهز. إحنا أساتذة ما نشتغل على SBS ونرفعها، وإذا إن تعبنا نقوم بالتفسير. لكن حقيقة لو أجرينا دراسة على الطلاب، هم يفهمون العمليات التي تمت، بلاش العمليات، بلاش الإدخال، هو فاهم ماذا يعني الانحرافات اللي ظهرت معاه، وماذا يعني مستوى دلالة 1 و5، هو ينقلها. لكن تعال البحث النوعي، وهو الذي يقوم بالتحليل، هو مطلوب ينظر لهذه الفكرة ويضع لها رمز مناسب، الفكرة الثانية رمز مناسب، الثالثة هل تشترك مع هذا الرمز أو لا؟ يبدأ المقارنة، لذلك سميت مقارنة مستمرة. لا والله هذه لازم أفتح لها رمز جديد، فتحت رمز جديد. تعتمد على مهارتين في التفكير، هي التصنيف والمقارنة، التصنيف وهذه من أقوى مهارات التفكير. ثم بعد أن طلع عنده في المقابلة الأولى 30 رمز، هذول يسمى أبناء. الأبناء ذول نلحقهم بآباء، كل 5 أبناء نلحقهم بأب. إذن تصنيف 5 آباء أبناء جدد نلحقهم بأب، وهكذا طلع عندي 30 ابن موزعين على 7 أو 8 آباء نلحقهم بالجد. فيبدأ عملية جميلة في مهارات التفكير، ذائقة علمية عالية جدا. أنت تنظر مرة ثانية للأبحاث تقول لا، هذا الابن أفضل أن يلحق بهذا الأب. يعني يشبهونها بصندوق فيه أزارير، هذه الأزارير ملونة وأنواع ومقاسات وفيها عدد من الثقوب. فماذا يفعل الباحث النوعي؟ يجي ويختار بناء على عدد الثقوب هذا صنف، بناء على الألوان هذا صنف، بناء على المقاسات هذا صنف، بناء على، يبدأ هنا مهارات تفكير. أحيانا تجد أنه ينقل لون مع لون آخر لأنه متفق في عدد الثقوب، ويبرر لي يقول هو هذا أصفر وهذا أبيض لكن عدد الثقوب واحدة. هنا تبدأ الذائقة في مهارات التفكير، هنا يبدأ عمل لذلك أنا قلت في تغريدة: انتشار البحوث النوعية في جامعاتنا سيقضي على الغش التجاري ومكاتب بيع الأبحاث، سيقضي عليها تماما، لأنه ما يستطيع تحليل البيانات إلا بمهارات التفكير الباحث الذي أجرى المقابلة. وحتى لو قلنا أنه في قراصنة سيتعلمون ويدرسون البحث النوعي، مضمون 10 سنين يدوخوا لحد ما يفهموه، وهو يحتاج تفكير أكثر من أنه برنامج حاسوبي أدخل فيه البيانات فتخرج مع النتائج.
لا، هذا ذائقة علمية، هذه مهارات تفكير. فأنا كنت أقول، والدكتور حضر الدكتور راشد الآن، أقول انتشار البحوث النوعية سيوقف كثير ويحد من مكاتب سلك وبيع البحوث العلمية اللي يقوموا بالتحليل، لأنه ما يقدر يرمز، مسكين، مهارات تفكير عالية ما يستطيع، ما لابد يقوم فيها الباحث الذي أجرى المقابلة. وهو إذا تعب ورمز يدخل على برنامج الإنفيف ولا الماكس كيو دي اي، والدكتور راشد ممن هم معتمدين في هذا البرنامج، حيحلل بنفسه، وهي برامج ترتيب وتنظيم وإدارة بيانات أكثر منها تقوم بالعمل. يظل الباحث هو الذي يدخل المدخلات وهو الذي يرتب، فلا يمكن غشها ولا يمكن أن يقوم بها المحلل في المكتبة، لأنها تنطلق من دائقة علمية يمتلكها الباحث تبنى على مهارات التفكير وبالذات التصنيف والمقارنة المستمر. إذن خلاصة تحليل البيانات النوعية وصية لكل باحث، لكل طالب، لكل زميل، لا يتلقاها بالمحاكاة ولا حتى بمجرد القراءة، لابد أن يدخل ويتتلمذ مع من حلل البيانات النوعية ولو كان طالبا من الطلاب. شوف الطالبة التي درست معي وناقشت بحث، تعلمت برامج التحليل ليس فقط التحليل، فيه أساتذة من قسمها درسوا عندها التحليل، هي طالبة ماجستير اللي درس عندها وكيلة عمادة الدراسات العليا، قدمت دورة وهي كانت تدير القسم النسائي، الحضور وكيلة الدراسات العليا، أساتذة جامعة، العنصر النسوي، كانوا يتعلمون منها لأن اللي مارس عنده علم. في كتاب جميل مر علي وعجبني اسمه الفوز مع الناس، هو خارج البحث النوعي، أثر فيها هذا الكتاب. الفوز مع الناس يقول كل إنسان تقابله في حياتك لابد أن تستفيد منه، لابد أن تتعلم منه شيئا. شوف هذا العامل الذي يقوم بالكنس بأمانة وإخلاص، قد نتعلم منه الأمانة والإخلاص ويقوم بعمل صغير، يعني زي عامل نظافة في وكالة ناسا لما سألوه ماذا تفعل أنت، وهو يكنس ويغسل دورات المياه أكرمكم الله، قال أعد رجلا يغزو الفضاء. إذن هذا يعلمنا مبدأ من مبادئ العمل، الإخلاص للعمل، الانتماء للعمل، الولاء. طيب لما لا أتعلم من طلابي ومن زملائي؟ ففي نظري التحليل مرحلة مهارية تحتاجنا نتعلمها ونجلس مع من حلل وناخذ فيها كورس، وبذلك نعود لقراءة الأدب النظري، وبمجرد أن تمارس مرة مرتين ثلاث، بعد المقابلة الرابعة تتضح معك مهارات التحليل، ووقتها ستذكر كلامي، تستمتع أيما استمتاع بذائقة علمية ومهارات تفكير، وأنت تعود تنقل هذا الابن إلى هذا الأب، وهذا الإزرار تنقل لمجموعة ثانية، عندك مبرراتك. ولذلك ما في حالة مثلى في تصنيف، يجي زميل ثاني يصنف بطريقة أخرى، لكن في الأخير لا شك أن كلها لها مبررات من منطلق ثقافة وتفكير هذا الذي قام بالتحليل، وفي الأخير تجد مبررات منطقية. إذن تحليل البيانات النوعية لا بد فيه من التلمذة، لا بد فيه من التدريب، لا بد فيه من قراءة الأدب النظري الخاص بهذا، ومن أشهرها في الكتب العربية كتابين مترجمين عن النظرية المجذرة. أخيرا، بين التحديات والمحفزات، ما التحديات وما سبلها المواجهة؟ البحث الذي قمت بإجرائه عن التحديات التي تواجه البحوث النوعية كشف أن هناك تحديات تتعلق بالأستاذ الجامعي، وتحديات تتعلق بالطالب، وتحديات تتعلق بالجامعة، ولكن هذه التحديات قد تتحول إلى محفزات، ولذلك قلت بين التحديات والمحفزات. التحديات التي تتعلق بالأستاذ الجامعي، حقيقة جهل بعض أساتذة الجامعة به ولا يعرفونه، وأنا كنت جاهلا به ولا أعرفه. يمكن بدأت قراءاتي لما بدأت في الدكتوراه في بحث تحليل المحتوى، وتحليل المحتوى تعرفه نوعي وكمي كان بحثي، ومع ذلك ما كنت أعرف النوعي أو الكيفي بالطريقة دي، لكن بدأ يفتح لي آفاق، وبدأت أحس إن الاستبانة ما هي اللي تشفي غليلي، وبدأت كلنا بدأنا من جهل. الأمر الثاني، أحياناً الأستاذ الجامعي كشفت الدراسة أنه يريد الترقية، والترقيات يواجهه فيها مشكلتين، سرعة الوقت والتحكيم، فيقول بأن السرعة يتناسب معها بحث كمي أقوم بتحليله ثم نشره، وحتى في المجلات حتى في التحكيم قد لا يحكمونه بطريقة صحيحة. ولكني أطمنكم
الآن أصبح هناك مجلات، والمجلة التي يشرف عليها الدكتور ويرأسها في جستل تقبل البحوث النوعية ولا ترسل إلى المحكمين النوعيين، وهناك مجلات طبعا بغير اللغة العربية نوعية بحتة. إذن هذا العذر انتهى. أما موضوع أن الترقية للترقية وليست للتطبيقات والممارسة والتجربة، يمكن أكبر مرحلة في حياتي استفدت منها تعلما هي ملاحظات المحكمين. لا أبالي لو قلت استفدت أكثر من الماجستير والدكتوراه، لأنها ملاحظات أساتذة كبار تعلمت منها شيء كثير، فنتعلم منها، تجي الملاحظات ونغير ونعدل، ثرية وقيمة جدا. الأستاذ الجامعي يريد الوقت، يريد النشر، يريد أيضا ألا يفقد مدخل تربى عليه من الماجستير والدكتوراه وشغال عليه سنين. يا أخي هذا المدخل لا يعني نسفه، المدخل الكمي لا يمكن أن ينسف وسيبقى يمكن ما دامت السماوات والأرض. مدخل له قرن، ومدخل له شرعية، ومدخل له صرامة. هو السؤال اليوم، المتميز يستعبد الناجح، سابقا كان الناجح يستعبد الراسب. اليوم نحن في عصر لا للنجاح، نعم للإبداع. طيب أنت جربت البحث الكمي وناجح، جرب النوعي بأدبياته وبطريقته العلمية الرصينة، قد يكون أكثر نجاحاً وإبداعاً وتميزاً. هذا المطلوب، ليس المطلوب مناهضة الآن وإيقاف، المطلوب فتح نافذة لطلابنا. بعض الأساتذة يجي دوخة إذا قال الطالب أبغى يشتغل نوعي، وفي نفس الوقت بعض الطلاب والطالبات يعتقد أن النوعي موضة. شوف بالذات مع الطالبات يحب النوعي كثير، هو مو موضة، لا هو علم يحتاج جهد. هذه الطالبة التي بحثت معي دفعت 100,000 ريال وأخذت قرض بنكي عشان تسافر وعشان تحضر، وكانت تدفع للمقابلة الواحدة 200 دولار. السنغافوريين ما يعطوك من أوقاتهم بلاش، 200 دولار، من غير مشاكل الترجمة والتذاكر، من غير الوقت الطويل. بحثها طلع حوالي 400 صفحة لأنه كبير ودخلت في الفصول. تحليل البيانات النوعية أحضرتها في المناقشة كانت 1500 صفحة. هي ترى ما هي موضة الأخوات اللي يقولها، هي علم منهجية صارمة، ولكن مسجل للدكتور وكيل كلية التربية الذي قال أشرفت وناقشت 180 بحث ماجستير ودكتوراه، أرى أن هذا أفضل بحث مر علي، مسجل هذا الكلام. بذلت الباحثة فيه وقال لو تجوز منحها الدكتوراه لمنحتها في هذه الجلسة، كل هذا مسجل. يقول أنا أشرفت على عدد كبير، هذا أفضل. لماذا؟ نزلت للحقيقة في سياقها الطبيعي وأتت بطرق تدريس مدير التعليم، إدارة التدريب التربوي، كلهم يقولون نبغى حقيبة تدريبية، نريد تحويلها إلى برنامج تدريبي، لأنها دخلت وعملت في السياق الطبيعي. إذن من المشكلات التي تواجه الأستاذ الجامعي، صحيح أنه ما يلقى دورات وهذه تتعلق بالجامعة، لكن يريد الوقت، يريد النشر السريع، لا يريد أن يغير تجربته. وأنا أكرر وأقول لا للنجاح في هذا العصر، نعم للتميز، نعم للإبداع. فلنفتح نافذة البحوث النوعية ونشوف النتائج. هناك معوقات تتعلق بالطالب. الطالب أول شيء يفكر فيه المناقشة ويقول سيقتلني المناقش، ما هو عارف كمي وأخاف أن يحاكمني في ضوئه. هنا دور المشرف والدفاع عن طالبه، وأن هذا ليس مبررا. يأتيك الأمر الثاني الوقت، فأنا مبتعث وباقي من وقتي سنة، ومع ذلك هو لو عمل بإخلاص وعمل بشكل يومي يكفي الوقت. يأتي الأمر الثالث فيقول لا يوجد مقرر أدرسه. صحيح هو يتعلق بالطالب، لكن سبب الجامعة، وبالمناسبة جامعة طيبة أقرت البحث النوعي للماجستير فضلا عن الدكتوراه، جامعة الإمام أقرت البحث الكيفي في الدكتوراه في قسم الأصول منذ سنوات طويلة. إذن بدأ الآن حراك، ونتمنى من بقية الكليات أن تصل إلى إقرار البحوث النوعية. حتى جامعة القصيم بالمناسبة هذا أول عام أقرت البحوث النوعية مستقلة. فالآن ثلاث جامعات والتجربة في طور. إذن الطالب الذي يقول لا يوجد، نقول له اختر مشرفا يعلمك البحث النوعي. وكما كنت أقول لطالبتي، سيعود الناس بحج وتعودين بحج وعمرة، سيعود الناس ببحث عن خبرات الدولة الفلانية، لكنك ستعودين بخبرات الدول، وتعودين أيضا بمنهجية البحث النوعي، تصبري وبالفعل. فالطالب نقول له
اختر المشرف، وعلى المشرف إذا لم يكن مهتما بالبحوث النوعية أن يتيح الفرصة للطالب ويقول ابحث عن مشرف آخر، أو يحمل الرأي معه وهو أستاذ قدير سوف يتمكن، وإن يعني استعد وبادر لتعلم النوعي سوف يتعلمه، فما وصل أستاذ جامعة من فراغ هو أهل لذلك. من الأمور التي تتعلق بالطالب أيضا عدم وجود أبحاث سابقة، ولكن العمل لا يقوم على المحاكاة، إن وجد أو لم يوجد أنا أخذ الطريقة العلمية الصحيحة في إجراء المقابلات والملاحظات وتحليل البيانات وإجراءات الدراسة وكتابة التقرير، وليكن عودتي لتلك الرسائل بعد انتهاء بحثي، ليس العمل محاكاة، والمحاكاة ما ورطتنا، لا سيما وهذه حقيقة أن هناك أبحاث خرجت في جامعاتنا مع أن عددها قليل ولا أريد تسميتها ولم أشارك لا في مناقشتها ولا في الإشراف عليها، عشان لا أحد يتهمني أنه من طلابي اللي ناقشتهم، بس شفتها وصلتني لأني مهتم بجمعة تسيء إلى الأبحاث النوعية، تسيء جدا، وهذه ليست معيار. فأنا أقول الله يستر لا توقع في يد باحث يقلدها، ليس فيها تحليل بيانات نوعية ولا علاقة لها بالنوعي، بحث دكتوراه. وهنا طيب، وهنا في هذه الحالة نقول لا للمحاكاة مرة أخرى، هناك معوقات وتحديات تتعلق بالجامعة. ما هي؟ عدم دعم الجامعة للأساتذة والطلاب بالدورات الخاصة بالبحوث النوعية. إذا نشكر مبادرة جامعة الملك خالد، هذا ثاني لقاء أحضر البحوث النوعية في هذه الجامعة، فبيض الله وجوههم إدارة وعبداء وأساتذة ومهتمين وطلاب وطالبات. الجامعة لابد أن تدعم، يعني إحنا قلنا في البحث الأخير اللي ناقشته دكتوراه في الإمام، أسفرت الدراسة عن أن هناك جامعات تصرف 3,000 دولار لباحث الدكتوراه إذا اشتغل كمي، إذا اشتغل نوعي، لأنه يحتاج مقابلات، يحتاج أنه يروح مدارس، يحتاج مصروفات، يحتاج الإنفيفو والماكس كيو دي اي غالي شوية، ربما ب2,000 ريال، ونسخهم التجريبية مدتها 2 أسبوع. لاحظ الجامعة إلى أي حال تعطي 3,000، منها تنشيط لحركة البحث النوعي، ومنها تفريق، زي لما أقول طالب الطب غير طالب الأداب في مصروفاته ومراجعه. إذن من الموضوعات المتعلقة بالجامعة أن تقر مجالس الأقسام مقررات البحث النوعي وأن تعتمدها وأن تفسح المجال أمامها. من الموضوعات التي تتعلق بالجامعة، بعض الجامعات الآن يخاف يقول لك ماجستير نوعي، لا، هو يبدأ من الماجستير ويتدرب فيه الطالب. تذكروا 60-70% من الأبحاث المنشورة عام 2008 و2009 في أشهر المجلات الغربية نوعية. طيب كيف الحال في 2018-19؟ وفي 3 أشهر مجلات يابانية 65 نوعي. فنقول لا، الماجستير صعب عليه، أعده وخلي دعه يتعلم. ليس المهارة أن نقف مستسلمين حتى لا نسقط، المهارة أن نتحرك حتى لو عثرنا نقوم. ونحن كيف تعلمنا المشي وكيف تعلمنا القفز في طفولتنا؟ من خلال السقوط والوقوف مرة أخرى إلى أن نتعلم. إذن هذه التحديات قد تتحول إلى محفزات، وأنا أدعو كل زميل وكل باحث وكل طالب دراسات العليا، والخطاب موجه للجنسين الذكور والإناث، إلى المبادرة في تعلم البحوث النوعية والتدريب عليها والتلمذة على يد أساتذتها والقراءة المتعمقة فيها، القراءة مهمة جدا. واليوم الحمد لله الكتب المترجمة عن استراوس وعن كريسويل وعن أساطين البحث النوعي بالعشرات، وأشيد بمركز الترجمة القومي في مصر ويتبناه الدكتور الجواهرجي أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة، وابنته الدكتورة هناء الجواهرجي ترجموا ما لا يقل عن 4 أبحاث في البحوث النوعية، منها البحوث الكيفية، ومتوفر في المركز القومي للترجمة في مصر، وهو مدعوم من شركة فورد هذه الترجمة في كتب قيمة، من يذهب إلى القاهرة يزوره كل ترجمة، وأكثر ما ترجم فيه في البحوث الكيفية أو النوعية. إذن لا عذر بأن الكتب غير مترجمة، ما في كتب عربية، يوجد كتب عربية كثيرة، أظنها اليوم تزيد عن 30 كتاب، بعضها تعد مراجعا علمية للبحوث النوعية. ولكن في الوقت ذاته هناك مسؤولية يتحملها الطالب الباحث الأستاذ المشرف. إذا حملنا لواء البحوث النوعية كمدخل حديث في جامعاتنا قد لا تزيد فيه الدراسات العلمية كأطروحات عن 10 دراسات،
في أن نبذل قصارى جهدنا في التعمق في فهم هذا المدخل، وفي النزول للميدان بأخلاقيات البحث النوعي، وفي الصبر على جمع البيانات وتحليلها وإعادة القراءة مرار وإعادة التحليل إلى كتابة التقرير النهائي. وفي الصباح يحمد القوم السرى، غدا سيحمد لك أنك بادرت لأن تتعرف على مدخل يسمى الفورجي، مدخل الجيل الرابع. بعد 5 سنوات يقول بعض الخبراء الأمية في البحث العلمي ألا نتقن كتابة التقرير الختامي للبحوث النوعية بمهارات تحليل البيانات النوعية وما شابه ذلك. فعلينا أن نبادر، علينا أن نخطو، وعلينا أن ندعم طلابنا إذا أرادوا هذا الاتجاه، ولا مستحيل تحت الشمس. حتى وإن وجدنا بعض الصعوبات، فهناك دراسة إدارية تقول بأن الإبداع والتميز ربما خرج من رحم المشكلات والمعوقات، وإنما تكون تلك التحديات بمثابة محفزات، وهو ما دعاني أن أصوغ هذه الشريحة بعنوان بين التحديات والمحفزات. شكرا لكم، كل على مقامه. شكرا لأستاذ الذي شرفني بالحضور، وهو والله من أستمع وأنصت إليه، سعادة الأستاذ الدكتور راشد، ولكن دوما تواضعه يغمرنا. وممن استفدت وتتلمذت على كتبه كتاب الدكتور راشد، رفع الله منزلته وبارك في عمره وعلمه. شكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صالح، الآن بناخذ المداخلات ونبدأ المرة هذه من القاعة الأخرى. السيدات، دكتورة جيهان. عليكم السلام. اسم والسؤال سريعا عشان نتيح أكبر قدر من المداخلات. الصوت لو سمحتي يا أخت منى. منى إيه، رفع صوتك شوية، زيادة شوية. الوثائق الويش؟ الوثائق، السؤال على الوثائق والتاريخي ما هو؟ طيب، مداخلة أخرى. أرجو أن تكون في البحث النوعي إذا أمكن، يعني مع احترامي الأسئلة اللي خارج البحث النوعي قد لا نجيب عليها عشان وقتنا. عليكم السلام. بنخربهم عليكم. شكرا أخت عزة. طيب نأخذ مداخلة من هنا من قاعة الرجال. في أسئلة من النت، تعطوني سؤالي لو سمحت. تفضل. خذ الله. ما شاء الله. هناك. جميل. عدد الحضور عن بعد 60، فجزاكم الله خير. بيض الله وجهك يا دكتور وكل العاملين. نتعرف على أخي الحبيب. سؤال، إذن هي ثلاثة. اختزال للمعلومات. السؤال الأول، إن كما ذكرتم أن البحث النوعي يبحث عن حقيقة السير الطبيعي، معنى الحقيقة هنا هي حقيقة جزئية عن كامل الظاهرة الموجودة. مثال، لما توصلنا ظاهرة الصغيرات الجماعية قبل الاختبارات في مدارس الجماعية، سوف نذهب إلى المدرسة وحلل واحد من هذا الاختبار، وبالتالي نأخذ النتائج. سوف نضيع حلول جزئية لهذه المدرسة كوزارة. إذا احتجت حل الظاهرة كاملة يحتاج 36 حل.
لو سمحت الأخوات لو تقفلون المايك من عندكم. عميل. أنتهينا. اسم الكريم اي تخصص دكتور هاني؟ الله يحييك. الله يحييك دكتور هاني، تفضل. طبعا العرض رائع جدا، اليوم احنا مجال الشكر صوره تربيه الشكر قناعات، صحيح، وانت في تشكيل قناعات يعني هذه نقطه واضحه وتسجل لك. الله يجزاك خير. يعني الان بتتحول من كلمه الى وعي. لكن السؤال دكتور، يعني احنا في عندنا مشكله في القضايا البحثيه تتعلق بالعينات، لما تكون العينه كبيره الربع والبحث اللي انت اشرت له اللي اشرفت عليه وصلت لنسخه منه. ايوه التحديات. أيه. وصلت لانها صوت استبعاد. لا ما هو غير. بس غير. في واحد وصل. صحيح. في واحد جامعة الإمام ماجستير. نور النفيسة اسم الباحثة نور النفيسة. صحيح. 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 فكيف أنا ممكن أعمل في وجود العينات في المجتمعات الكبيرة؟ كيف يمكن أن أجري بحثاً نوعياً؟ طيب. هذا السؤال. يعني هذا السؤال ممكن تعرف إن معظم المجتمعات عندها مجتمعات كبيرة. فكيف يمكن المجتمعات فكيف يمكن أن أجري بحثاً نوعياً في طبعا. شكرا لك. طيب نجاوب على هذه دكتور. بداية دكتورة منى الأحمري وهي من المهتمات بالبحث العلمي والتدريب وحضرت معي كثيرا، فلذلك لن نغفل سؤالها وإن كان خارج البحث النوعي. البحث الاستنباطي هناك عليه جدل، يعني البعض لا يعترف بمنهجيته وعلميته، وهو من المناهج الرصينة لدينا في أصول التربية الإسلامية تحديدا، والاستنباط من الكتاب والسنة لمضامين ومبادئ تربوية. فجميع الأبحاث التي تبدأ بالمضامين التربوية المستنبطة من سيرة عمر، من سورة الحجرات، من صحيح البخاري، المضامين، الدلالات، الأفكار، التوجيهات، المبادئ، كل هذه بحوث استنباطية. والحقيقة أنه لم يتبلور بطريقة إجراءات ونحن من قصر في هذا. وهناك محاولات في بحث ناقشته في الجامعة الإسلامية في المدينة كان خاص بالمنهج الاستنباطي ومحاولة الوصول إلى إجراءات صارمة لهذا المنهج. الباحث من كينيا، تعرفون طلاب دوليين الجامعة الإسلامية، وقدم بحث جيد في محاولة الوصول لإجراءات دراسية في المنهج الاستنباطي. كما تعلمون مناهج البحث لدينا مستوردة، وما دام الذي أتانا من الغرب الوصفي والتجريبي والارتباطي والتاريخي إذن نحن مسلمون. ولكن الاستنباطي كمنهج نعمل به وفق إجراءات معينة للوصول لمضامين من الكتاب والسنة في الفكر التربوي لا شك أنه في غاية الأهمية، وإن لم يخدم منا كباحثين. وهناك لا زال محاولات في بحث لحسن الدوسي في جامعة أم القرى من أجود البحوث في محاولة للوصول إلى إجراءات صارمة للبحوث الاستنباطية. البحوث الاستنباطية يمكن أن يستخدم فيها المدخل النوعي بلا شك، لأنها لا تدخل فيها الأرقام. ستراوس حينما يعرف البحث النوعي يقول هذه لا يدخل فيها الأرقام والإحصاءات المتقدمة. يعني لما أقول 5 من 10 هذا مو إحصاء متقدم، يعني ما يدخل فيه انحرافات ومعادلات. وبناء على ذلك فالأصوليون هم أقرب الناس للنوعيين، بل هو في داخل كل أصولي باحث نوعي، هذه الحقيقة. زي ما في علم النفس وطرق علم النفس بالذات باحث كمي، القياس والتقويم. أما الوثائقي والتاريخي يا أخوان، حقيقة التاريخي ما هو عندنا في التربية، وإحنا نقحم التاريخي. التاريخي ليس مجالنا. التاريخي هو يتعلق بتحليل وثائق تاريخية أقرب للنوعي، وهذه الوثائق من 100 سنة أتحقق من صدقها الداخلي والخارجي وأماكن تواجدها كما هو معروف في أدبيات هذا المنهج. المدخل المنهج التاريخي، لما واحد يريد أن يدرس مثلا وثيقة سياسة التعليم يقول منهجي تاريخي، مو صحيح. أنت لو درست قبل قرن قرنين وعندك وثائق للتعليم في مصر، هذه الوثائق موجودة، هذا بحث تاريخي. أما كل ما مضى عليه وقت نسميه تاريخي لا. وما رأيت بحثا
اتسم بالمنهجية التاريخية مع أنه مكتوب فيها في بحوثنا التربوية الوثائقي، الوصف الوثائقي اللي هو مكتبي نظري أعيش بين الكتب من أجل أن أصل إلى نتائج، ضده الوصف الميداني الذي يعتمد على الأرقام، هذاك يعتمد على الألفاظ، على العبارات، على الأفكار، على الأقوال المقتبسة من بطون الكتب، من المراجع، من الأدب النظري. انتهينا من هنا. الدكتورة عزة المحمود، إن شاء الله أشوفك دكتورة، وأشكر نشاطك المستمر في البحث العلمي. عزة المحمود، هل هناك إقصاء من الكميين للنوعيين؟ في المملكة العربية السعودية لن نجيب، لكن دعونا نجيب على مستوى جمعية علم النفس الأمريكي APA. كان في مناهضة وكان في إقصاء، هو بدأت قوة من التسعينات، لكن جمعية علم النفس الأمريكي لم تعترف به إلا عام 2007، بعد قوة بعشرين سنة، وأصدرت أول كتاب بحث نوعي واعترفت به. بل هناك كاتب مغربي له كتابة قوية، لكنه كان ناقماً على البحث الكمي وساخطاً عليه، أسلوبه قوي إلا أن فيه حدة ضد البحث الكمي، مغربي قوي جداً، له كتاب اسمه البحث الكيفي، يمكن يذكرنا الدكتور راشد في اسمه، قد سألته عنه قال مر علي. هذا الرجل حاول أن يثبت تاريخياً بروز البحوث النوعية من مطلع القرن التاسع عشر، وبعد شغل وبدأ في كلام عن فرويد وعن التحليل الكلينيكي، ولكنه اضطهد من قبل الكميين. بلاش نرجع لهذا الأمر التاريخي، هو اعتراف جمعية علم النفس الأخير يدل على التأخر. في تويتر حينما نتحدث عن البحث النوعي تجد المناهضات من حسابات، تجد صاحبها خبير الاس بي اس اس أستاذ القياس والتقويم، من حقه أن يدافع، وكل إنسان له حق أن يفخر ويعتز. الدكتور راشد من النوع الذي لا يحب أن يخوض هذا الصراع، أنا بالعكس أخوضه بأدبيات الحوار وأعترف بالبحث الكمي ورصانته، وأنا رجل علمي ورياضيات وأعرف ما فيه من صرامة، لكن في اكتشاف الحقيقة لا مقارنة في أن أصل إليها بصورة طبيعية. وهذا يقودنا لسؤال الدكتور سعيد من قسم الإدارة، يقول مثلا الغياب الجماعي أنا أريد أدرسه، كأنه يقول كيف أعمم النتائج. بداية، الباحثون النوعيون في منتهى الصراحة والشفافية والوضوح يقولون ليس لدينا هدف للتعميم. لماذا؟ لأن نحن لا نسلم لكم في التعميم، التعميم اللي تجروه لا نسلم فيه، هذه الفلسفة اللي قلنا من اقتنع في التعميم يفعل. بمعنى أنا أسلم لك أن هذه القنينة ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين في كل العالم، وأن قطعة الحديد تتمدد بالحرارة في كل أنحاء العالم، لكن لا أسلم لك أن المئة طالب يتمددون ويأخذون صفات الألف والألفين، لا أسلم لك. تعميمك الذي تدعيه أنا لا أسلم به، حتى لو قلت اجريتها على ألف وبعمم على مئة ألف. الظاهرة الإنسانية أبعاد معقدة متشعبة أعظم من أنك تأتي وتعمم النتيجة وتعمل وفق المتوسط الحسابي الذي يختزل الآراء. يعني دكتور حامد عمار يقول في يعني نقد أدبي ساخر لموضوع البحوث الكيفية، والكتاب اسمه البحث دراسة المجتمع، البحث العلمي ودراسة المجتمع، البحث العلمي ودراسة المجتمع، هو الذي بدأ ينقد فيه البحوث الإمبريقية والتجريبية والكمية ويدعو للنوعية. فهو يقول في موضع آخر، في دراسة أجريت مثلا في مصر، هذه الدراسة كانت من نتائجها عن كان الخصوبة لدى المرأة المصرية أنها تلد أربعة أولاد وثلاثة أرباع. قال كيف هذا المتوسط طلع يعني الولد الرابع ناقص رجل ولا يد؟ وش ايش قصته؟ ما يصلح في العلوم الإنسانية يا جماعة. ويمتلك الفلاح جاموستين وثلاثة وربع، ويصلي في هذه القرية ثلاثة فروض ونص، لأنه يتكلم عن متوسط حسابي، ما يصلح المتوسط في الظاهرة الإنسانية. بناء على ذلك دكتور سعيد، الغياب الجماعي عند النوعيين أدرس في سياقه الطبيعي هذا المدرسة، وإن كنا ترى نسلم إن معظم المدارس قريبة منها، لكن أدبا من النوعيين واعترافا بأن الظاهرة الإنسانية متغيرة مع التشابه 60-70% لا يرغبون التعميم في الوقت ذاته، لا يسلمون أن لو وضعنا الصدق والثبات والموضوعية في البحوث الكمية أن الظاهرة الإنسانية كالظاهرة الطبيعية وأن المياه في العالم كله لا يتغير، لا متغير. وقبل شوية كنا نناقش مبدأ هايزنبرج في الفيزياء أنه لا يوجد حقيقة علمية ثابتة حتى في الفيزياء في المادة، فكيف ما كان دونها؟
وعلى كذا نحتاج لا أنا هنا ما ندرسها، إحنا نأخذها في سياقها ممثلة. ما عندي هدف التعميم، ليس هدف عندي، لأن التعميم الذي يعمل به أصحاب البحوث الكمية لا يسلم به الباحث النوعي أنه تعميم صالح مثل الظاهرة الطبيعية والمادة الفيزيائية والكيميائية. فطالما أنه لا يصلح خليني أعترف وأقول دراستي على هذه المدرسة. ثم يأتي باحث آخر فيدرس هذه الظاهرة في مدرسة ثانية، ويجي باحث ثاني ويدرس، زي ما نفعل في البحوث الكمية. تجد بحث القيم الأخلاقية عند طلاب المرحلة المتوسطة 30 بحث في مصر والسعودية، وش الفرق؟ مجتمع الدراسة. لو أجريت 10 نوعية في مدينة أبها أو 5 بدأت تبرز عندك خطوط النظرية، وبدأت الآن تعول على النتائج أنها يمكن أن تعمم بقناعة دون التعميم الفيزيائي الذي مرفوض عندنا في الطبيعة الإنسانية بناء على فلسفة أوغست كونت أن الإنسان ينطبق عليه قوانين فيزياء أو إسحاق نيوتن في النفس الإنسانية وإنه مثله. اتضحت؟ بالنسبة لمن يقنع المحررين، هذه يمكن نتركها للدكتور راشد لأنه يرأس مجلة وتحرير وهو من بادر وفتح المجال، وأنا أدعو كل الباحثين الذين يريدون النشر لأبحاثهم النوعية في مجلة جيستن، في مجلة عندكم يا دكتور هنا في معلم و جسم، إذن جسم سيدخل معنا في العقل ويدخل معنا في النوعي وإن شاء الله وفي القلب ويكون من ضمنها. السؤال من الدكتور هاني زميلي وأخي يمكن عنده محاضرة في الأصول، يتحدث عن المجتمعات الكبيرة، نفس الإجابة التي تحدثنا عنها في الدكتور سعيد. لا يهدف الباحث النوعي إلى تعميم النتائج في المجتمعات الكبيرة، بل هو يدرس حقيقة لدى 15-20 عينة، بل أحيانا فرد واحد، دراسة حالة متطرفة. هذه الحالة إما أن تكون في منتهى الإيجابية أو السلبية، زي طالب عبقري يجي 100%، أو طالب راسب في كل المواد، حالات متطرفة يدرس دراسة الحالة. بناء عليه ممكن أن تقوم على فرد واحد من أجل أن نصل كيف تربخ، يعني بربكم النظرية التربوية التي تربى عليها خالد، أنا في نظري يحتاجها كل أب وكل أم وكل أستاذ تربية يتعلم منها أكثر من الجداول التكرارية. وأظهرت الدراسة أن العبارة الأولى والثانية، وأثق أنه لو نزل هذا كتاب للآباء والأمهات، لأني أستاذ تربية تعلمت من خالد أبو 12 سنة بعد ملاحظته سنتين، وعرفت وين الأخطاء اللي وقعت فيها من خلال دراسة نوعية دراسة حالة. الآباء والأمهات في أمس الحاجة يعرفوا النظرية التربوية الخالد في الأساليب، في الوسائط، في المبادئ، في التطبيقات اللي قام عليها، أكثر من أنهم يعرفوا نتائج استبانة. حتى قراءة البحوث النوعية، يعني كنت أقرأ في بحث نوعي عن المسنات في بيوت الأبناء، تعامل الزوجات معهم، موجود في جامعة الإمام علم الاجتماع، والله أقسم بالله بكيت وأنا أقرأ هذا البحث. هذا يقولوا البحوث الكمية تقسي القلب، ما فيها الإحصاء والرياضيات، ونعرف الرياضيات قسوة. لما دخلت في التربية بديت أرق شوية، فتقرأ بحث المسنات الأمهات المسنات في بيوت الأبناء حول هذا الموضوع، فتقرأ التعامل تبكي من الكلام، لأنك تقرأ بلغتها، تقرأ بلغة الأم، تقرأ رواية، تقرأ جمال، تقرأ تحليل، يعني يفهم القارئ يستفيد منه الناس. لكن تعالوا للجداول، ثلثي الرسالة جداول، ما يستفيد منه الإنسان العامي ولا الإنسان المتعلم العادي، وأحيانا حتى اللي غير متخصص في هذا المجال ما يستطيع أن يستفيد منه. وبذلك نقول أن البحوث النوعية لا تهدف إلى التعميم بقدر ما تهدف إلى اكتشاف الحقيقة. كان في سؤال لعزة أو الواحد يسأل أبدأ نوعي وانتهي كمي، لأنه قال 3 أسئلة لازم نغطيها كلها ما دام قال 3. في موضوع البداية النوعية والكمية، إذا بدأنا نوعيين وانتهينا كميين فقد دخلنا في البحوث المزجية أو المختلطة. وفي كتاب لكريسويل ترجمه الدكتور مشعل من جامعة الكويت، أوصي بقراءته، من الكتب الجميلة الذي تحدث عن البحوث المختلطة، وهو متوفر أعتقد في جرير. البحث المختلط قد يبدأ نوعي وينتهي كمي، وقد يكون العكس كمي وينتهي نوعي، وقد ينفصلان، كلها تجرى لكن ما بينهم علاقة. إذا بدأت نوعي وانتهيت كمي يسمى استكشافي، زي ما تفضلت، لأصل إلى أدوات قوية رصينة ماهرة من خلال اكتشاف الحقيقة في سياقها. إذا العكس بديت كمي وانتهيت نوعي زي دراسات علم النفس فهي يسمى توضيحي، توضيحي يوضح الأرقام، إيش معنى هذه الأرقام؟
إيش معنى إنه القلق عند درجة كذا؟ النوع الثالث وهو السائد بحث متزامن، إني أحلل النوع لوحده والكم لوحده في وقت واحد دون أن يؤثر أحدهما على الآخر، الهدف التأكيد والدعم والمقارنة. ولكني أنصح خلونا نتقن أول شيء النوعين ونعرف أدبياته ونمارسه. قلت لكم وجدت شكوى من طلاب دراسة العليا عام 2007 في دراسة عام إنه ما في نماذج للبحوث المختلطة في أمريكا. الأمر الثاني وجدت التوصيات الخبراء بأن يكون فرق بحثية لأنه جهدين. الأمر الثالث ليس أمرا هينا الربط وعمل الجسور بينهما. لذلك الطالبة اللي ناقشتها بقينا بعد البحث جلسات استشارات من أجل أن نصل للربط بينهما، بل هناك نوع وطريقة للربط بين المنهج النوعي والكمي. يقول لك الكمي أنا ما عاد أقدر أحوله نوعي، طلع عندي أرقام مزبوط، كيف أبدأ أحول النوعي إلى تكرارات وأبدأ أقربه من لغة الأرقام عشان أقارب؟ وقالوا هذا النوع صعب يعترفون. فلا أرى أن نخوض البحوث المزجية، بل يمكن أوفر وقتي وأشتغل بتعدد الأدوات، بدل ما أدخل نوعي بأداة أدخل نوعي بثلاث أدوات، مقابلة، ملاحظة، تحليل وثائق، فيعطي مصداقية أعلى لا نحتاج معها إلى الكمية. صار عندنا سؤالين من الزملاء الحاضرين على النت. الأخ مبارك يقول في ثنايا كلامك فهم أن الأسئلة يتم من خلالها بناء الأدوات من ثم النتائج. نعم. ثم في مرحلة لاحقة قلت أنه أحياناً النتائج قد توجه إلى تعديل الأسئلة وهكذا، فهم فيستوضح هذه النقطة. بالنسبة لأسئلة البحث النوعي بداية نقول أنها لا تحكم، أسئلة المقابلة أقصد، ليست أسئلة الدراسة، وحتى أسئلة الدراسة متنامية. لذلك من خصائص البحوث النوعية النمو. في شيء اسمه العينات النظرية. ما هي العينات النظرية؟ أجريت مقابلتي مع أول زميل وكشف لي عن التحديات، بس كشف لي عن أمور ما كانت في أسئلتي، إذن سأبحث عنها مع المقابلة الثانية والثالثة. هذه عينات نظرية أخذتها، والمقابلة الثانية كشفت لي وقالت أمر إنه ما سمعته من قبل. هذه تسمى عينات نظرية، تفيدني هذه العينات لتطوير الأسئلة. لذلك نقول لطلاب النوعي إذا جبت أسئلة المقابلة لا تحكمها، بس يضغط عليه المشرف. وهذه مشكلة أن نحاكم البحوث النوعية في ضوء البحوث الكمية، وهي من التحديات التي ظهرت لكني اختزلت واختصرت. نجي نبغى الصدق والثبات في ضوء البحوث الكمية، نبغى التحكيم في ضوء البحوث الكمية، لا يلزم. ولم أطلع على كتاب تحدث عن تحكيم أسئلة المقابلة، لأن من خصائص البحوث النوعية المرونة، هذه خاصية، بينما الكمي خلاص قالب واحد. هل يوجد علاقة بين كذا وكذا؟ هل يوجد أثر؟ أسئلة محددة. ليش؟ لأني دخلت بفروض، فروض مسبقة أبحث عن إجابتها من خلال اختباري أو مقياسي أو أداتي. أما هنا لم أدخل بفروض، الحقيقة تطلع من الميدان، وبناء على ذلك لا أحكم الأسئلة، والأسئلة متنامية، وأنا لا أتحدث عن أسئلة البحث الآن، أسئلة المقابلة. والعينات النظرية تؤكد أني غيرت وأضفت أسئلة جديدة. طبعاً كتابة النتائج والتوصيات في ضوء تحليل البيانات بأسلوب النظرية المجذرة. أنا طلع عندي الآن لا أنا أتحدث أني أقول مثلاً أسفرت المقابلات المتعمقة عن أن 9 من المشاركين أفادوا بجهل الأستاذ الجامعي وعدم اطلاعه على البحوث النوعية، حيث قال D1 وأذكر مقولته D3 D5 اقتباسات. دحين أنا كنت أتكلم عن محور، إذن كتابة التقرير النهائي يبنى على تحليلي بالنظرية المجذرة، وش طلع معايا في برنامج الإنفيفو من أكواد، ترميز مفتوح، ترميز محوري، ترميز انتقائي. أبدأ أكتب العنوان الكبير اللي هو الانتقائي، وتحته المحوري، وتحته الرموز الصغيرة، وهنا يبدأ كتابة التقرير النهائي الذي يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى مهارة أكثر من شرح نظري. إذن نكرر ونقول السؤال الذي طرحه الدكتور ويتحدث عن، كان عن إيش اللي دوبنا كنت نتكلم عنه؟ كان عن النتائج والأسئلة. على الأسئلة، أن أسئلة المقابلات تنمو،
تتغير بناء على احيانا الملاحظات. انت شفت شيء تحتاج ان تطرح علي سؤالا، ومن خلالها زادت الاسئله. لذلك لا تحكم اسئله المقابلات وتحاكم في ضوء الكمي، الاسئله متناميه، البحث مرن. ليش؟ لانه هدفه يصل الى الحقيقه. انا الان اكتشفت انه من اسباب الاعتداء انه في اطفال جايين في سيارات فارهه وينزلوا والسائقين يحملوا الشنط، واشوفهم لما يمروا ينظروا نظرات ازدراء لزملائهم. هذه الملاحظه وجهتني الى السؤال، هل هذا سبب الاعتداء؟ ما كان لينكشف لي في استبانه او في فروض مسبقه لي. الملاحظه كشفته فجعلتني اضيف سؤال، كاني اسال هل يمكن ان تكون الطبقه الثريه والولد مرفه ومدلل في أسرته من أسباب الاعتداء؟ هنا أبدأ أسأل وأروح لتحليل الوثائق، ألاقي هؤلاء الطلاب كثيرين للاعتداء. أسأل المرشد، قال دول مدلعين يا أخي، والطلاب إذا ما أجابوا طلباتهم ضربوهم. وصلت للحقيقة. طبعا هو واحد من الأسباب كثيرة. السؤال الثاني، الآن السؤال يسأل عن خالد الظاهرة التربوية، هل نشر هذا البحث؟ عن إيش؟ خالد كظاهرة تربوية درسته، هل هذا البحث موجود؟ لا زال لم ينشر بعد. كتبت عنه مقالة يعني تصلح ممكن واتساب، إن شاء الله أرسلها لكم إذا في مكان تنشروها أو ترسلها للحضور. ولكن الظاهرة خالد فعلا تعلمت منه ما لم أتعلم من بطون الكتب مهما درست وقرأت، وهذا حقيقة يزيدني قناعة في قوة البحث النوعي واكتشاف الحقيقة في سياقها الطبيعي. أمور ما تخطر على بالي كمختص في التربية أنها هي أسباب خروج النظرية. طيب دكتور صالح، وهذه الدعوة أيضا للدكتور راشد، بناء على طلبات الزملاء والمهتمين يريدون لو تمدون بقائمة من النصائح لمراجع أو مواقع تثري الزملاء والطلاب حول البحث العلمي فنكون شاكرين لكم. نوعي تقصد البحث النوعي؟ عفوا، ولنتمكن من نشره. حقيقة الختام سيكون مع الدكتور عبدالله الكاسي، لكن قبلها أود أن أشكر الأستاذ الدكتور صالح الزهراني على طرحه ونقاشه وإثرائه، وحقيقة الشكر ممتد للزملاء والزميلات الحضور. ونترك الختام مع الدكتور. شكرا جزيلا سعادة الأستاذ الدكتور راشد عبد الكريم، سعادة الأستاذ الدكتور صالح الدوسي، شكرا بلا حد، شكرا من كل أعماق قلوبنا على أن أتحت لنا هذه الفرصة. شكرا لمن شرفنا بزملائنا وزميلاتنا من اخواننا واخواتنا طالبنا وطالباتنا الصف العليا يوم غد باذن الله عز وجل على روحهم في تمام الساعه 8 صباحا. للمسجلين فقط. وعلى الضوابط التسجيل التي اعلنت وعلى الرحب والسعاده. ورشتين توضح لنا، ورشتين من 8 الى 10. ورشه من 10 الى 12. طبعا للرجال في قاعه التدريب بمبنى المدرجات المركزيه لجميع الفئات الرجال، وللاخوات في نفس مقر القاعه اليوم في شط الطالبات طريق الملك عبد الله. حياكم الله جميعا واهلا وسهلا بكم مره اخرى، وكل الشكر الجزيل لكل من حضر، ونلتقي باذن الله عز وجل على دروب العلم والخير والتالق والنجاح. ولكم الشكر جزيلا سعاده الدكتور، اكرمتمونا واتحتم الفرصه للجميع بأن نراهم وأن نتناقش معهم. أسأل الله أن يجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم وكلية التربية في جامعة الملك خالد التي هي من نسل أعرق جامعتين في المملكة، ليس غريبا أن تحتفي وتعتني بالبحوث العلمية وسبق لها مناشط مثل هذا. شكرا دكتور عبد الله على استقطاب واستضافة زملائك من كل جامعات المملكة وليس لأول مرة. شكرا للحضور، شكرا لكل من أعطانا من وقته، وللاستشارات والتواصل هذا تويتر وهذا إيميلي، في أي وقت أرحب بكم. السلام عليكم ورحمة الله.